خطوة من خطوات الريسيرش اللي هي ريسيرش بروجرام. كنا قلنا ان الموديل اللي احنا اتكلمنا عنه صوت صوت. نعم. لو افترضنا ان معاد المحاضرة اتغير، معاد الميدتيرم زي ما هو؟ لو افترضنا كده ان معاد المحاضرة اتغير، معاد الميدتيرم زي ما هو؟ لا، هيبقى بعد اسبوعين من دلوقتي. يعني لو المحاضرة اللي جاية يوم الأحد مثلا، هيبقى الأحد اللي بعده. هتبقى بعد ميد ترم. يعني كده معاد الميد ترم هيتغير على حسب معاد المحاضرة. بالظبط. طب احنا حتى الآن الميد ترم يوم 14 هو بعد اللي جاي ولحد المحاضرة بتاعت النهاردة. يعني اللي هناخده النهاردة انكلودد في الميد ترم. من أول ما خدنا. خلاص؟ طب احنا قدمنا الطلب النهاردة عند مكتب الوكيل، هم بصوا في الجدول لقوا في مكان يعني في وقت فاضي، والمدرج ده فاضي برضه 9 يعني. قالوا ان شاء الله احتمال كبير يتوافق على الطلب. طيب اول خطوه في الموديل اللي احنا شفناه كان هم 7 خطوات. اول خطوه منهم هي فورميليت ريسيرش بروجرام. لو نفتكر بس قلنا ايه ساعتها، ان هي الفيرست اند موست امبورتنت ستيب ان ريسيرش. المفروض ان هي تقول لك يعني انت تقول فيها ايه اللي انت ناوي عليه في الريسيرش بتاعك، انت بتقول تعمل ريسيرش عن ايه، وكل ما كانت مور سبيسيفيك مور كبير يبقى احسن. كل شيء زي ما قلنا في الريسيرش بينبع من الايه؟ من الريسيرش بروبلم فورميليشن. بالظبط زي ما قلت لك المره اللي فاتت، انها زي كانها الاساس بتاع المبنى، فلو الاساس بتاع المبنى مش سليم المبنى هيتكرر. طيب هنتكلم النهارده بقى بالتفصيل عن الريسيرش بروبلم ايه هي والجوانب بتاعتها والكونسيدريشن اللي المفروض تكون موجوده وانت بتختار الريسيرش بروبلم، والستبس بتاعت البروبلم فورميليشن، والريسيرش كويستشن، والريسيرش اوبجيكتيف، والبروبلم ستيتمنت، والريسيرش بروبلمز. الريسيرش بروبلم هي باختصار اي سؤال بيجي في ذهنك وانت عايز تعرف عنه اجابه لسه مش عارفها. يعني اي سؤال او فرضيه او اي حاجه تطرا على ذهنك مش عارف عنها اجابه، فعايز تبحث وتجيب اجابتها. طيب بس المشكله ان مش كل الاسئله ممكن تبقى تتحول لريسيرش بروبلم، وفي بعض الاسئله ممكن تبقى صعبه جدا جدا الاجابه عليها. فاحنا مش اي سؤال ينفع للريسيرش بروبلم. خلاص؟ هناخد بعض الامثله. لازم البروسيس بتاعت الفورميليتنج الاسئله دي بشكل يكون ليه معنى، السؤال نفسه يكون ليه معنى مظبوط وواضح بحيث ان هو ينفع يدور على اجابته. الفورميليتنج الاسئله دي في شكل ليه معنى ما هياش مساله سهله، بتحتاج تدريب وقرايات، بتحتاج نوليدج في الموضوع اللي انت هتشتغل فيه وفي الريسيرش ميثودولوجي. يعني لازم يكون عندك معلومات او نوليدج كافيه في الريسيرش ميثودولوجي، ده اللي احنا المفروض ان شاء الله نتعلمه في الكورس ده، يكون عندك نوليدج كافيه في الموضوع اللي انت هتبحث فيه. انت عايز تشتغل اي اي، لازم يكون عندك تبقى عارف ايه الاي اي، وعارف يعني فكره يعني اساسيه عنه. وهكذا اي سبجكت عايز تعمل فيه ريسيرش لازم تبقى عندك فكره عن السبجكت ده، فكره مبدئيه بحيث انها تخليك تقدر تعمل ريسيرش. طيب الريسيرش بروبلم قلنا ان هي عباره، او بيقول يعني ان هي عباره عن ايه؟ جاب between what is now and what should be in the future. فانت بتعمل filling gap ما بين الحاجه اللي الوضع الموجود دلوقتي واللي المفروض يكون موجود في الفيوتشر. الجاب دي بتفيل ايه؟ مثلا بتجاوب على اثبات نظريه، باثبات بتجربه عمليه، تفسير ظاهره ملهاش حتى نظريه، يعني وضع نظريه جديده، وهكذا، حل مشكلة موجودة، تحسين مشكلة، تحسين حل موجود لمشكلة. طيب أي سيتويشن بيحتاج سوليوشن أو امبروفمنت أو التريشن
ده ممكن يعتبره ريسيرش بروبلم. يبقى الجاب دهيت ممكن تبقى سيتويشن محتاج سوليوشن معين، مشكله محتاجه سوليوشن، او مشكله ليها حل بس عايز امبروفمنت، ما هوش افيشنت بشكل كافي، او تغيير الحل كمان اللي ايه اللي موجود مثلا. بتنتج منين بقى الريسيرش بروبلم دي؟ اول حاجه من التطور النظريات، نظريه بتطلع بتفسر الظاهره بشكل جزئي، او في بعض الظواهر مش بتفسرها النظريه، فمحتاج ان انت يبقى محتاجين الناس محتاجين تطور النظريه، فده ايفوليوشن اوف سيرش ممكن النظريات تطورها عامل ازاي. بيرز اند سوبرفايزرز، فانت بتتناقش مع زمايلك اللي في ريسيرش جروب مثلا في الدفعه، اللي مسجلين اللي هيسجلوا ماجستير، واحد مسجل فبيحكي لك هو سجل في ايه، فانت بتعرف منه ايه الدومين اللي بيشتغل فيه وريسيرش اللي بيشتغل فيها، فيمكن تنشا عندك اسئله او بروبلم ستيتمنتس جديده، السوبرفايزر بتاعك يقول لك يدل لك على حاجه معينه وهكذا. فيبقى اول شيء تطور النظريات، تاني شيء الايه البيرز والسوبرفايزرز، بعد كده البابلش ريسيرش اللي هو بنعرفه عن طريق الليتريتشر ريفيو زي ما هناخد في محاضرات بعد كده ان شاء الله. فانت الريسيرش اللي هو بيتم نشره بتعرف منه اتجاهات الريسيرش في دومين في فئه معينه، وايه الريسيرش كويشنز اللي هي لسه مفتوحه ما تجاوبش عليها. وده عاده بتلاقيه في اي ريسيرش في الايه فيوتشر ورك دي تو دي اكسبيرينس. انت بتشتغل في مجال معين وعندك مصنع مثلا، بتشتغل في مصنع وخط انتاج في مشاكل معينه، بيطلع ديفوهات كثيره في الفاينل برودكت من خط الانتاج ده، بيحصل تعطيل، بيحصل تاخير، في مشاكل معينه في شغلك، فانت بتدور على حلول ليها. محتاجين نعرف الموست فريكونت ميستيكس عشان ما نقعش فيها واحنا بنعمل بروبلم فورميليشن. اول خطا، وده اكتر خطا كمان موجود، ان انت بس بتعبر عن الدومين او التوبيك اللي انت عايز تشتغل فيه، ما بتقولش ريسيرش بروبلم، بتقول مثلا بروبلماتيك تيتشنج اوف بيولوجي بس كده، بتقول انا عايز ايه ريسيرش بروبلم بتاعتي هي بروبلماتيك تيتشنج اوف بيولوجي. ده الحقيقه مش سيرش بروبلم، دي توبيك انت عايز تبحث في مجال المشاكل التدريس البيولوجي. هتبحث في ايه؟ دي بقى ما قلتش مثلا ايه انت بالظبط عايز تكسبلور ايه في الاريا دي. مثلا هل الكاركترستكس بتاعت التيتشر عايز تبحث فيها، تعرف المشاكل، اكتر مشاكل الموجوده في التيتشر ايه هي؟ الايدج 6 اكسبيرينس مثلا، المعلمين الجدد اللي لسه متخرجين بيواجهوا مشاكل في التدريس البيولوجي مثلا، ايدج معين، ايدج رينج وهكذا. البروسيدرز بتاعت التيتشر، هل مثلا في مشاكل في طريقه التدريس نفسها اللي بيدرس بيها التيتشر ولا ايه؟ يعني هتكسبلور الحكايه دي ولا لا؟ ولا الستودنتس ازاي بيرسبونس للتيتشنج ميثود، بمتقبلينها ولا لا، فاهمينها ولا لا، يعني ايه بالظبط اللي هتدرسه في البروبلماتيك تيتشنج اوف بيولوجي؟ محتاج تحدي. انا قلت كده بس ده مش ريسيرش بروبلم، دي ريسيرش اريا، حددت التوبك اللي انت عايز تبحث فيه، بس ما قلتش عايز تبحث عن ايه في التوبك. ريسيرش بروبلم احيانا بتبقى نوت اوف افاليو، يعني ملهاش قيمه كبيره انك تبحث فيها، او does not make any sense، زي مثلا does homework reading help to develop a student. سؤال تريفيال جدا مش محتاج معروفه اجابته، يس اكيد 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 الهوم ريدنج بتحسن او بتطور من الطالب، اي ستودنت في اي مرحله، لا يعتمد فقط على المحاضرات ولا الدروس اللي في المدرسه او الجامعه، اكيد قرايته في البيت بتطور من مستواه.
الانسر از كلير، مش محتاج تبروف الحاجه الثانيه او الطريقه الثالثه. الريسيرش بروبلم تريفيال جدا، تو سمبل. زي ايه مثلا؟ اور اليمنتري سكول تيتشر كرييتيف، يعني هنستفيد ايه من ان هم كرييتيف ولا لا؟ الانسر اذا يس اور نو، وبالتالي مش بتزود حاجه في النولج بتاعت العلم بتاعت البشريه. كرييتيف ولا مش كرييتيف، يعني ما طورتش من لا نظريات موجوده طورتها ولا النولج في التيتشنج طورت ولا ايه. فاحيانا يبقى دي اسئله بسيطه جدا، مش محتاج مش هتضيف جديد للعلم، اجابتها مش هتضيف جديد للعلم. واحيانا تبقى اجابتها اوريدي معروفه ومش محتاجه اثبتها، خلاص. واحيانا تبقى ان انا بس بحدد التوبيك، مش بحدد هعمل ايه جوه التوبيك. فدي اكتر مستيكس بتقابل الريسيرشرز وهم بيحطوا بروبلم ستيت او ريسيرش بروبلم. طيب الريسورسز بتاعت الريسيرش بروبلمز عباره عن ايه؟ عموما الريسيرش في الهيومانيتيز اللي هو الهيومانيتيز اللي هي العلوم الانسانيه دايما بيبقى حوالين اربعه بيز. لا اتاخرت معلش. اول حاجه بيبول او بوبيوليشن، اللي هي بروبلمز بروجرامز فينومينا، الحاجه اللي انت هتدرس عليها اللي هي البوبيوليشن اللي انت هتدرسها. اربع حاجات قلنا، بيبول وبروبلمز وبروجرام وفينومينا، اربع بيز. بيبول البوبيوليشن اللي انت هتدرسها، البروبلمز هتشوف ايه الايشوز اللي في البوبيوليشن دي، البروجرامز اللي هي طرق حل الايشوز اللي في البوبيوليشن دي، واول ما تدرس فينومينا تدرس ظاهره معينه في البيبول او في البوبيوليشن. فانت ممكن تسلكت جروب اوف انديفيدوالز دي بنسميها بيبول او عينات بقى اي حاجه عشان تاكزامن الاكزيستنس اوف سيرتن ايشوز في حياتهم. ودي البروبلم، هنقول الموضوع ده ناشئ من ايه؟ من العلوم الاجتماعيه او العلوم الانسانيه، ولكن ممكن تتطبق في بقيه الايه؟ انواع العلوم. فالبيبول هنا ممكن تبقى اي عينات، صقور، عينات حشرات، اي حاجه، عينات الجوريزم معينه بتحل ضرب، بتحل مستخدمه في مشكله معينه، سيرش الجوريزم مثلا. يعني انت بتاخد كل السيرش الجوريزم اللي فيه يعني دومين معين وتشتغل عليها، هي دي البوبيليشن، خلاص. طيب بتشوف البروبلمز او الايشوز اللي في البوبيليشن ده، هي الالجوريزمز دي مثلا مش افيشنت، احنا مش افيشنت او ليها ليميت معين، السايز اوف انبوت داتا ليميتد بحاجه معينه، يبقى دي ايشوز او بروبلمز، خلاص. تو استابليش ذا اكزيستنس اوف ريجولاريتي اللي هي الفينومينا اور، يعني ان انت بتقول البيبول دول مثلا مجموعه الناس اللي هم مثلا يعني في مصر في وجه بحري بيعانوا من مشكله معينه، وجه قبلي بيعاني مشكله ثانيه. يعني بتحاول توجد ظاهره معينه في الايه مجموعه الريجن ده، مش مقصودش مشكله بقى في الحاله دي، ليهم طبع معين مثلا، ليهم يعني مش شرط تكون مشكله، ليهم كاركترستكس معينه، خلاص. فدي اللي بنسميها فينومينون. او تو ايفالويت الافكتفنس اوف ان انترفنشن اللي هو او بروجرام. انترفنشن هنا يعني تدخل اي جهات عملته علشان يحلوا بيه مشكله معينه، او احنا بنسميه بروجرام. برنامج مثلا لحل مشكله البطاله، برنامج لزياده مش عارف اي حاجه، خلاص. فانت عملت بروجرام مثلا عشان يحل مشكله معينه في السوفت وير الفلاني، عملت الجوريزم جديد عشان يحل المشكله، هي دي ايه؟ البروجرام. فعندنا اربعه بيز هم دول اللي الريسيرش بيبقى عادة بيلف حواليها. ممكن حاجات منهم مش الأربعة. لسه جاية أهي. أهمية بارتيكولار بي منهم بتختلف من ستادي لأخرى حسب الأوبجيكتيف بتاع الستادي.
عادة الموستج ريسيرش بيبقى بيزد على at least combination of two B's، يعني بيبقى مثلا people or problem. عايز ادرس البروبلمز اللي عن مجموعة معينة من البيبل وهكذا. فبيبقى عادة اثنين على الأقل يعني، أو ممكن أكتر، ممكن تلاتة. يبقى أنا عندي مجموعة من individuals وعندي بروبلم وعندي بروجرام بيحاول يحل البروبلم. فاحنا هندرس في التلات حاجات تأثير البروجرام الفلاني على حل المشكلة الفلانية اللي عند مجموعة من individuals الفلانية، أو إن أنا عايز ألاقي بروجرام يحل المشكلة بتاعة الناس المعينة. فزي ما قلنا الأربعة بيز دول ممكن تطبقهم على أي دومين، فيزياء، بيولوجي، أي حاجة يعني. ساينس، أي تي. لو قلت مثلا إن أنا البيبول بالنسبة لي هم مثلا جزء أو فئة الصعيد أو ناس اللي في الصعيد أو في يعني لو قلت مثلا البيبول بالنسبة لي البيبول هم الناس بتوع الصعيد مثلا. الصعيد ماشي. والبروبلم ان هم مثلا عندهم مشكله الطاقه بتاع الشيء مثلا. ايوه حلها ازاي؟ صعيد. انا كنت هقول التعليم بصراحه. لا التعليم ما بيفرقش، مش فارق ماشي. 50 سنه بنعلم فيهم ومفيش فرق. تمام مشكله الطاقه. تمام مش لو مشكلة يعني. ما ممكن ماشي. ما انا مشكلة التار ما مش عارف احلها ازاي. انهي بروجرام هنا بقى؟ تمام كده. اللي انت كنت عايز تقوله؟ طيب انا كنت هتكلم في التعليم عندهم مثلا او قليل، فكنا هنشوف البروبلم البروجرام اللي هنعمله عشان نزود. بالظبط تمام. الاسبكتس اوف ريسيرش بروبلم اللي هي كل جوانب المحيطه بالريسيرش بروبلم، عندنا زي ما قلنا اربع حاجات. اول حاجه تو اسبكتس اساسيين، ستادي بوبوليشن والسبجكت. الستادي بوبوليشن هو البيبول او اي باقي اي عينات، اورجانيزيشن، كومبانيز، كوميونيتيز، انديفيدوالز، الجوريزمز، ريسيرش استراتيجيز، وات ايفر. خلاص يبقى دي اي حاجه هنعمل عليه في الدراسه، يعني دول الناس اللي هناخد منهم المعلومات او الداتا اللي بعد كده هنحللها علشان نعرف اذا كان في مشكله معينه او بروجرام معين عايزين نشوف مدى الافكتيفنس بتاعته، او ان انا ادور على بروجرام معين او اشوف فينومينا معينه جوه الايه المجموعه دي. فدي السبجكت اريا. الاسبكت التاني اللي هو السبجكت اريا، وده عن يعني لازم احدد انا ريسيرش عن الناس دي في ايه؟ في واحده من الثلاث حاجات. خلاص؟ يبقى دول الناس اللي هم او العينات اللي هاخد منهم انفورميشن، ودي نوع انفورميشن اللي انا هعمل لها كوليكشن علشان يا اما ادور على بروبلم معينه موجوده احددها واحللها واشوف اسبابها ومظاهرها و مداها وهكذا، مدى خطورتها مثلا. يبقى انا عمال ايه ادرس مشكله معينه في المجموعه دي، او ان انا بدرس بروجرام اوريدي اتعمل وعايز اشوف الافكتيفز بتاعته، او ان انا عايز ادور على حل للمشكله بروجرام، او ان انا اشوف ادرس الكاركترستكس بتاعه المجموعه دي. ممكن يكون فيها نوع من انواع الريجولاريتي، يعني في حاجه مشتركه ما بينهم، ودي تعتبر ايه؟ كاني بحدد ظاهره موجوده عند ايه؟ العينات. الكونسيدريشن اوف سيلكتنج بقى ريسيرش بروبلم، لما تيجي تختار ريسيرش بروبلم محتاج ان انت الستادي بتاعتك لازم تكون مانجبل وتخليك دايما موتيفيتد. يعني لازم تكون البروبلم اللي انت او ريسيرش بروبلم اللي انت عايز تشتغل فيها يعني انت تقدر تمانج الحجم بتاعها والريسورسز والتايم وغيرها، وفي نفس الوقت لازم تكون دايما موتيفيتد، يعني لازم يكون عندك دايما رغبه في ان انت تبحث وتبحث لحد ما توصل للاجابات على الاسئله اللي انت طرحتها في الاول. فاحنا يعني حاجتين اساسيين جدا، ان الريسيرش تكون مانجبل وتكون يعني ليك عندك دافع بان انت تخلص. فعشان نوصل للحاجتين دول، اول كونسيدريشن لازم اسمها انترست، لازم تبقى
تكون مهتم بالموضوع. مش مفروض عليك وانت مش طايقه ويعني المانجر بتاعك بيقول لك دور لنا على حل المشكله دي وانت مش حل المشكله ولا مهتم بيها ولا اي حاجه. فانت يعني ما يكونش عندك دافع داخلي، هيبقى دايما ضغط خارجي، والضغط الخارجي غالبا ما بيديش نتيجه مظبوطه. فلو انت مسجل في نقطه مش هي بتاعتك او مش حاسس ان انت شغوف بيها ولا بتفهم تعرف عنها اكتر، غالبا يعني مش هتوصل لنتائج كويسه. وهيبقى كل اللي محددك ان التسجيل هيتلغي وهكذا. فيعني غالبا النتائج هتبقى مش كويسه. فاهم حاجه انت تشتغل في اريا انت مهتم بيها، عندك شغف ان انت تعرف عنها اكتر وتدرس في تفاصيلها وتنفنت فيها وهكذا. تاني حاجه الماجنتيود، ان انت لازم يكون عندك sufficient knowledge عن الريسيرش بروسيس اللي انت هتستخدمها، وعلشان ايه تقدر تشوف كده من الاول ايه الشغل اللي انت محتاجه وايه الريسورس اللي انت محتاجها والوقت وهكذا. فانت محتاج تكون عندك سفيشنت نولج عن الريسيرش بروسيس. ماشي؟ وبالتالي لازم سلكت توبيك انت تقدر عليه، يعني ما تختارش توبك انت ما تعرفش عنه حاجه خالص او بالنسبه لك صعب جدا تدركه او حتى تعرف تتعلم عنه. يعني انا مثلا لا يمكن اعمل بحث في الفن التكعيبي لو ادوني مال الدنيا. ايه انا اصلا مش يعني مش مقتنع بحاجه اسمها فن تكعيبي، هعمل عليه بحث؟ مش ممكن. زي حد تاني مثلا فنان اللي هو فنان التكعيبي ده بقى وعايزين يعمل بحث في الماثيماتكس، لا يمكن برضه. يعني حاجات كده بعيده عن اهتمامات الشخص، وطبعا اهتماماته دي يعني بتنبع من ثقافته ودراسته وغيره وكمان التالنتس اللي عنده السكيلز اللي عنده. فانت لو بتعمل ريسيرش في حاجه بعيد خالص عنك مش هتنجح فيها، مش هتوصل. خلاص؟ انتوا عارفين الا في ايه هو الفن التكعيبي الاول او الفن التجريدي؟ اللي هو تلاقي مثلا لوحه سودا كده وعليها خط ونقطه بس كده، الناس واقفه مبهورة بالخط والنقطة. أنا شفتها كتير بس مش شايفة هما بيعملوا حاجة دي بصراحة. ما هي ما هو مش فاهم. أعمل بحث بقى في الفن التجريبي؟ مش ممكن. يعني لو قالوا لي يعني مثلا هتاخد جايزة نوبل مثلا، أنا مش هعرف أعمل حاجة. يعني فاهمين قصدي؟ يعني فأنت في ناس مهما حصل مش ما بتقدرش تعرف ماثيماتكس مثلا. صعب جدا عليها تفهم المعدات والعلاقات الهندسيه بعيده خالص عن التركيب مخها. زي ما قلت لكم مش عارف مره فاتت ولا لا، لقوا فعلا الناس الشاطره في الماثيماتكس في باترنز معينه في خلايا في تركيب المخ، في اماكن معينه في المخ مثلا فيها كونكشنز اكتر وهكذا. ففعلا في حاجات بتبقى الانسان مولود بيها، يعني تالنتس معينه ربنا اداها له بتخليه يقدر يكون متميز في حاجه معينه، يفهم حاجه ثانيه اكتر من حاجه. طب مش ممكن ده يكون بتطور من الدراسه يعني هو ده بقى عنده كونكشن اكتر لان هو لا كان ده من الاول فبقى عنده خبره فلا. يعني بص انا في اعتقادي واللي انا مقتنع بيه ان الناس مختلفه منذ الولاده في القدرات اللي ربنا اداها لها. حلو. بيستفيد بقى من القدرات دي وينميها ولا لا، هي دي اللي بتفرق معاه. يعني اللي خلى واحد عبقري في الفيزيكس هو اوريدي مخه بيستوعب بسهوله الفيزيكس وكمان درس. ممكن اثنين عندهم نفس التالنت في الفيزيكس، واحد ما درسش فيزيكس خالص والتاني بقى درس وعمل ريسيرش فبقى عبقري، والتاني عادي شخص زي اي حد تاني عادي. فالمهم ان يكون الانسان عنده يعرف ايه قدراته وينميها بالدراسه والتدريب والتدريب. عشان كده ربنا خلق كل واحد في حته معينه، اللي شغال محاسب، اللي شغال مهندس، اللي شغال كذا، فمش هيعرف يروح في حته. يعني مثلا تعالى المحاسبين، هتلاقي في محاسبين يعني عباقره، محاسبين عاديين، مهندسين عباقره، مهندسين عاديين وهكذا. ايوه. ففي كل طائفه وفي كل مهنه المتميز وغير المتميز. بالظبط. كلهم درسوا هندسه. مش كده؟ أي. بس واحد بيطلع الاول وواحد بيطلع الاخير، ايه الفرق؟ مش بس المجهود،
يقول لوحده لا يدفع. وليه ما يبقاش في تيست او حاجه مثلا؟ في بس مش في كل الكليات، مش في كل الجامعات، مش في كل الكانتريز. انا عن نفسي مثلا انا خريج عماره هندسه القاهره سنه 90، دخلت عماره وقتها لانها كانت بتجي، كان القسم هو اكتر قسم الناس بتروح له، كان بياخد اعلى مجموع، فكان في تنسيق كده زي بتاع الثانويه العامه. فطيب انا ما ايه اللي خلاني احب عماره ولا يعني مش احب اهتم ان انا اطلع مهندس معماري؟ كان ليا واحد قريبي ومسطره ومثلثات وانا بحب الهندسه، فالله حاجه جميله قوي، طب اخش انت في قسم ايه يا عم؟ عماره. بتعمل ايه؟ العماره دي بتبني العمارات اللي انت شايفها في المستشفيات. الله طب ده حاجه حلوه قوي هندسه، اخش. خلاص دخلت عماره لقيت حاجه ثانيه خالص، غير ان هي مجرد هندسه ورسم وبس، لا فيها فن، جزء كبير من الفن. وحتى عشان كده في مدارس يعني بره بتبقى كليه يعني قسم عماره ده كليه لوحده، كليه العماره والفن. حتى يعني ايامي انا كان خريجين فنون جميله قسم عماره احسن من خريجين هندسه قسم عماره. ليه؟ لان كان في امتحان قدرات لفنون جميله، والى الان لسه في امتحان قدرات لفنون جميله قسم عماره. يعني حصل بعد كده يمكن مش فاكر بعد كام سنه الحقيقه، بس انا عرفت ان دلوقتي في امتحان قدرات لقسم عماره جوه كليه هندسه. فبالفعل في كل مجال في تيست ممكن تخلي يعني نقدر نستكشف بيها انا ينفع او انا عندي قدرات تناسب المجال ده ولا لا. بس المهم مين بيطبق؟ حضرتك كان في فتره بيقولوا ان الثانويه عامه هيتلغي منها قصه ال يعني اللي هو بالمجموع وكده، وهيبقى في كل كليه تيست معين. يعني قال الكلام ده، بس انا اشك في ان هو هيتنفذ. مع ان حاجه كويسه جدا طبعا، المفروض انها حاجه كويسه، بس هو مش هيتنفذ ليه؟ عشان هو صايد. بصراحه اي امتحان مش كنترولد خلاص، ابن فلان الفلاني ده دكتور ولا رئيس قسم ولا ده لازم ينجح ويدخل، وهكذا. يعني ماساه المقاسي. فعشان كده امتحان الثانويه العامه بيبقى يعني اكتر حاجه كنترولد في التقييم العادل ما بين الطلبه وبعض. بس فغالبا هو ده المقياس اللي يعني ينفع ان احنا نعتمد عليه. المهم اللي بعد كده الميجرمنت اوف كونسبتس، هنعرف كمان شويه يعني ايه كونسبتس وازاي ان احنا نقدر نقيسها. فالمهم تكون الكونسبتس دي تبقى كوانتيفايد بطريقه ينفع تقيسها. ليفل اوف اكسبرتيز، مقدار الخبره اللي موجوده عندك في المجال اللي انت هتبحث فيه. لو افترضنا انك هتعمل ريسيرش في الاي اي، ما مش معقوله تخش تعمل ماستر في الاي اي وانت مثلا ما خدتش الماده بتاعت الانترودكشن تو اي اي اللي هي في الدبلومه. يعني صعب انت ما تعرفش حاجه خالص عن الاي اي وعايز تعمل ماجستير في الاي اي، صعب. فعلى الاقل يبقى عندك خبره للمبادئ الاساسيه في المجال اللي انت عايز تبحث فيه، بحيث ان هو يساعدك في انك تتعلم اثناء ما انت بتعمل البحث. بس تدخل حاجه وانت زيرو فيها، لا مش ريكومند. وعشان كده كتير من المشرفين ما بيرضاش يسجل مع طالب الا لما يعمل له حاجه زي كده ليتريتشر ريفيو، يقعد يقرا ويشوف الدنيا فيها ايه ويطلع له تلخيصات، وانا قريت كذا وعرفت كذا وفهمت كذا وفي ريسيرش الي في الحته الفلانيه. اذا المشرف اقتنع بان الطالب خلاص بقى عنده الليفل المناسب والاكسبرتيز على انه يشتغل في المجال ده، بيوافق ايه؟ يشرف معاه. في مشرفين بيعملوا كده، ده عشان ما يبقاش خد وقت ومجهود مثلا مع حد ويبقى الوقت ضايع. يعني وتلاقي مثلا الطالب بعد سنه ما عملش حاجه فيتلغي له التسجيل، ويبقى مشاكل بقى. طب يعني حرام، طب ولاد عمل مش عارف ايه، انت كده هتضيع. تخش بقى في ايه؟ قصص ايموشنال ومالهاش اي علاقه لا بالعلم ولا بالريسيرش، وتلاقي الدنيا بتبوظ، لا الطالب استفاد، وحتى لو بالعافيه يعني بالزق يعني خد الماجستير فهو خدها برضه ولا فاهم حاجه، وهكذا بتبقى مأساة.
فده بيأثر كتير جدا في الريسيرش بتاعتي. دكتور حضرتك هو ممكن يعني نظريا ما شاء الله سؤال بعيد شويه بس نظريا يعني هل ممكن دلوقتي وانا طالب في يعني في التمهيد دلوقتي هل ممكن اعمل ريسيرش بيبر يبقى يعني برضه بير ريفيود او كده بعد كده بس هل ممكن انشر دلوقتي ولا لازم اخلص مواد التمهيد الاول؟ يعني لا انت ممكن تنشر في اي وقت وممكن اي حد ممكن ينشر حتى مش لازم يكون مسجل دراسات عمر اي حد عن ريسيرش كويس ينشر بس المهم ايه يعمل ريسيرش كويس بس مش شرط يكون طالب ماجستير ولا دكتوراه ولا اي حاجه مش لازم يكون طالب اصلا هو يعني اينشتاين عمل 4 بيبرز وهو مش لسه مش مسجل في سنه واحده اللي منهم الاي يساوي سي ام سكوير ولا مش فاكر اسمها ايه اي ام سكوير ودي وما كانش لها مسجل دكتوراه ولا وحاول اساسا يسجل دكتوراه ما عرفش كذا مره يقدم بروبوزال ويترفض يعني هو ما كانش اصلا لسه عمل ساعتها عمل لا ما كانش لسه ولا متعين كان متعين في براءه مكتب براءات الاختراع بس فمش شرط اي حد ينفع يعمل ريسيرش بس المهم يكون عنده السكيلز والريسيرش النولج بس هي الفكرة يعني تقريبا قصدي سؤاله هل ينفع استخدم البيبر اللي انا سجلتها دي في الماستر بتاعي؟ الرسالة بتاعتي؟ في تحضير الرسالة ولا؟ في تحضير الرسالة لكن في التسجيل لازم تبقى البيبر بعد التسجيل يعني اداريا لازم البيبر تبقى تاريخ نشرها تاريخ النشر بتاعها بعد تاريخ التسجيل اوكي يعني لو نشرت قبلها تبقى جود نايس تو هاف بس مش المانداتوري يعني بالظبط كده ماشي طيب الحاجه اللي بعد كده المفروض تبقى تو بي كونسيدر ريليفنت لازم سلكت توبك ريليفنت بالنسبه لك يعني مناسب ليك والسكيلز بتاعتك وال يعني زي ما قلنا بنقول شويه ما ينفعش خالص اعمل حاجه عن فن التجريبي والتكعيبي والحاجات دي مش ريليفنت وهكذا ففي ناس يعني للاسف بتدخل تخصصات زي ما انا دخلت عماره كده ولقيت العماره دي ايه الريليفنت بالنسبه لي؟ عملت ايه؟ جيت هنا عملت كارير شيفت وجيت هنا. طب معلش لو اسال السؤال ده معلش طب حضرتك لما دخلت عماره مثلا ما لقيتش ولقيت انها مش الكارير بتاعها او مش حاببها او كده ساعتها في نفس التوقيت ما حبيتش تغير؟ هو ما اكتشفتش كده قوي غير بعد نهايه سنه اولى يعني سنه اولى كان لسه في المواد اللي هي الرسم بقى بشكل الهندسي يعني الفن ما دخلش قوي في سنه اولى بدا يظهر بعد كده اكتشفت بقى ان انا حتى تقديري كان بينزل من اعدادي خط مستقيم نازل كده على حد متخرج فده من ايه كل ما الفن دخل كل ما تقديري اقل بقت المواد اللي هي معماريه اكتر انا بجيب فيها تقديرات اقل بكتير من المواد اللي غير معماريه والغير معماريه بتقل مع كل ما تطلع سنه اكتر كل المواد الغير معماريه تقل بس ففعلا كان ايه ريليفنت بالنسبه لي فعنيت وما قدرتش احقق اللي انا طموح اللي كنت عايزه وهكذا فانت لو برضه عملت ريسيرش ايه في ايه ريليفنت اريا بالنسبه لك صعب جدا تحقق فيه يعني اي نجاح ملحوظ يعني ممكن بالمعرفه زي ما انا اتخرجت لما انا اتخرجت الحمد لله بس ايه يعني مش حاسس ان انا ده المجال اللي انا كنت احب اشتغل بس عشان كده على طول عملت كارير شيفت وايه واشتغلت في المجال اللي انا بحبه availability of data لو الريسيرش بتاعك محتاج داتا لازم قبل ما تفكر تشتغل فيه تكون متاكد ان الداتا دي افيلبل بالفورمات اللي تنفعك يعني مثلا لو انت عايز هنعمل الجوريزم على مثلا انفورميشن ريتريفر زي سيرش انجنز جوجل وغيره انت محتاج عشان تجرب الجوريزم بتاعك لازم يكون عندك تيست داتا كبيره جدا هتجيبها منين؟ مش هقول انت هتقعد تكون الداتا دي عشان يعني ممكن هو ممكن بس صعب وخاصة لو عايز حاجة سايز ضخم علشان تتست عليه الالجوريزم بتاعتك بتبقى مسألة صعبة انك انت تكونها اثناء الريسيرش بتاعك فانت محتاج تاخد داتا من ريسورسز تانية لازم قبل ما تسجل في الريسيرش بتاعك او تبتدي بقى ريسيرش بغض النظر انت مسجل طالب او
انت عايز تعمل ريسيرش كده اندبندنت تكون الداتا دي عارف انك هتجيبها وانك لما تجيبها بالفورمات المناسبه ليك. بعد كده الاسكال ايشوز شيء مهم جدا من ناحيه الاخلاقيه، مثلا منها الداتا اللي هي الداتا اللي بيسموها سنت الداتا اللي هي الشخصيه مثلا لو هتجمع معلومات عن مرضى مع اي موظفين اي حد، فالمفروض ان انت يبقى في زي تعهدات كده بالحفاظ على سريه البيانات. غير طبعا الاسكليشنز اللي احنا هنتعلمها في عشان موضوع السرقه العموميه. خلاص يبقى احنا لازم وانت بتفكر في ريسيرش بروبلم تفكر الاول في او يعني لازم تكونسيدر الحاجات دي، مجموعه الحاجات اللي احنا شفناها دول اهم انترست ماجنتيود الميجرمنت اوف كونسبت اكسبيرينس والريليفنس والافيلابيلتي اوف داتا والاسكيليشن. معلش يا دكتور، هي الحاجات دي الاكزام فيها بيبقى عامل ازاي او السؤال فيها بيبقى عامل ازاي في الامتحان؟ يعني حاجة تجيب لي الجملة وأنا أقول اسمها؟ لا مش طيب. إيه بقى الستيبس بتاع فورميتنج البروبلم؟ إحنا خلاص يعني حددنا الدومين بتاعنا والأسئلة كانت في دماغنا، عايزين فورميليت الكلام ده بشكل ريتن عشان أقدر أكتبه بشكل يعني مينينفول، وبحيث إن أنا أعرف من أطلع البلان اللي هشتغل عليها، ومن غيري لما يقرا الريسيرش بروبلم دي يقدر هو كمان ايه يكون عنده نفس الفهم، او كلنا اي حد بيقرا الريسيرش بروبلم يكون عنده نفس الايه الفهم اللي عندي. فاحنا اول خطوه ان احنا بنايدنتيفاي البرود فيلد اور سبجكت اريا اوف انترست، تاني بنركز على الانترست بتحدد المجال العريض قوي اللي انا هشتغل فيه. بتسال نفسك ايه اللي انا الحاجة اللي انا مهتم بيها as a professional، الحاجة اللي اكتر حاجة نفسي اشتغل فيها، حتى لو اشتغلت بعد كده مش شرط يعني، بس المهم ان انت ايه المجال اللي انت تحب انك تشتغل فيه، مش بس تبحث فيه تشتغل فيه كده. بتيجي بعد كده تحس المجال ده تقسمه الى sub area، اي فيلد في الدنيا اي دومين في الدنيا لازم تكون ليه sub domains. يعني احنا وصلنا في لدرجة ان التخصصات الدقيقة جوه كل تخصص، مثلا من الطب مثلا تخصصات الطب تلاقي بطن تخصص جهاز هضمي جهاز كبد، حتى جوه الجهاز الهضمي كبد مش عارف بنكرياس تلاقي تخصصات داخل التخصصات. فأي دومين انت بتقعد تقسمه الى سب ارياز كده لحد ما ايه يعني تبتدي بعد كده تسلكت الموست انترست من السب ايريز. يعني مثلا ارتفيشال انتليجنس حاجه انا شغوف بيها جدا، ماشي. طب ايه في الارتفيشال انتليجنس؟ عندنا حاجات كتير قوي، ناتشورال لانجوج بروسيسنج، سيرش تكنيكس، مش عارف انتل روبوتكس، كمبيوتر فيجن، كمبيوتر فيجن وهكذا، حاجات كتيره كده. طيب اني اكتر حاجه انت مهتم بيها؟ في ناس بتقول لك ناتشورال لانجوج بروسيسنج، ادخل بقى في النحو والصرف، يعني مش اصلا انا كنت ما بحبش الحاجات دي وانا طالب سواء انجليزي ولا عربي، فخلاص ابعد عنها. طب انا بحب جدا الماثماتكس والكمبيوتر فيجن، في ماثماتكس كتير وهكذا. فانت تبتدي تقسم السب ارياز دي، تعمل ليست بيها، وطبعا الناس تاخد عنها فكره، يعني تبقى عارف يعني ايه كمبيوتر فيجن بيتكلم في ايه، مش مجرد ترص لي كده الاسماء وخلاص، لا تبقى انت عارف يعني الكمبيوتر فيجن عباره عن كذا 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 كذا. ممكن لو انت ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده اقرا في الويكيبيديا، بيبقى حاطين انتروداكشن كويس، يعني ما تنفعش تبقى ريسورس كريفرنس يعني في الريسيرش بتاعك، لكن كانتروداكتري نولج كده ممكن تشوف الويكيبيديا، فبحيث ان انت تشوف اكتر حاجه مهتم بيها من ايه؟ من السب ارياز دي. هتميك ا ليست اوف اول سب ارياز، هتديليت السب ارياز اللي انت مش مهتم بيها قوي. ان ال بي ده نحو وبلاغه وتاثيرات ماليه وهكذا. طيب هتفضل كده لحد ما تلاقي ايه؟ مجموعه مانجر 2 3 4 بالكتير سب ارياز. خلاص؟
عايزين سب ليرز صغيرين خالص يعني. ممكن في مالتي لاير هيراركي كده ماشي. بعد كده تختار بقى توصلت للسب ايريز اللي هي في الليف خالص من التقسيم الشجره بتاع التقسيمات دي اللي انت مهتم بيها وتحس انها مانجبل. طب انت ممكن ما تعرفش تقيم هي مانجبل ولا لا، انت لسه بتعمل اول مره تعمل ديسيجن سوبرفايزر بتاعك يساعدك. تبتدي بعد كده تحط الايه الكويستشنز والاوبجكتيفز بتاعه الريسيرش، ريسيرش كويستشنز والريسيرش ايه اوبجكتيفز. تمام. ايه بقى الريسيرش كويستشن؟ هي زي ما بنقول الموست امبورتنت ستيب ان ريسيرش. دي عباره عن اكسبليسيت كويري اباوت ا بروبلم اور ايشو اللي هي حاسس ان فيها تحدي وانت عايز ايه يعني ايه تدخل هذا التحدي. واللي المفروض ان انت لما تجاوب على الاسئله دي او الكويري دي يعني تزيد من معلوماتك والمعلومات اللي في المجال يعني النولج اللي في المجال. بتبقى ريسيرش بروبلم اساسا هي بوزد از ا كويستشن يعني اصلا بتبقى ريسيرش بروبلم بادئه بسؤال ايه الحاجه اللي بتدور في السماء والصوت الفظيع اللي بيحصل ده في الدنيا بتمطر ايه ده؟ ده سؤال الناس اول مره الناس بتشوف نيوتن لما شاف التفاحه وقعت على الارض، هي ليه التفاحه وقعت على الارض ما طارتش في السماء مثلا؟ ليه؟ سؤال اهو، شوف نتج عنه ايه؟ قانون الجاذبيه اللي يعني بنستخدمه في كل حاجه في حياتنا وهكذا. فبيبقى البروبلم ريسيرش بروبلم اصلا ناتجه من ريسيرش كويستشن، بس احنا محتاجين نفورميليت ريسيرش كويستشن بطريقه يعني ليها معنى وينفع ان احنا نشتغل عليه بعد كده. طيب الابروتش تو انسرنج ريسيرش كويستشن ممكن تستخدم فيها ميني او ميثودولوجيز مختلفه. يبقى اهميه الريسيرش كويستشن ايه؟ ان حسب يعني صيغه السؤال والكلمات اللي فيه والمعاني اللي فيه بتحدد الريسيرش ميثودولوجي اللي انت هتستخدمها في البحث. مثلا هاو كان البرنسبل امبروف فاكولتي موريل، ازاي مدير مدرسه مدير رئيس جامعه رئيس كذا عايز يزود الروح المعنويه بتاعه الطلب او بتاعه الفاكولتي اللي هو اعضاء المدرسه. فمثلا الناظر في المدرسه عايز ازاي يرفع الروح المعنويه بتوع المدرسين، فده على طول انترفيو ريسيرش. انترفيو لازم تعمل معاهم انترفيو، انت ترفع الروح المعنويه ازاي كده اكتر حاجه ترفع روحك تزود المرتب مش محتاج ريسيرش ولا حاجه. احلى رفع روح معنويه. نعم احلى رفع روح معنويه بالظبط كده خلاص. فدي على طول بتحدد ده انترفيو ريسيرش، لازم اتقابل الناس وتعرف مشاكلهم ايه وبعدين تقابلهم تاني على الحلول المقترحه كلهم يقولوا زود المرتب. طيب how do parents feel about the school counseling program في اللي هو مجلس الاباء بتاع في المدارس ده؟ ايه شعورهم عن ال school counseling؟ يعني هل فعلا مجلس الاباء وحولي الامور ده شيء كويس بتحضره بتستفيد بيه؟ طب ايه انطباعاتك عنه وكذا؟ ده سيرفي ريسيرش، سيرفي عايز تعرف الفيلينجز بتاعت مجموعه معينه الناس على حاجه معينه. فده سيرفي، شايفين السؤال نفسه بيحدد طبيعه الريسيرش. انترفيو ريسيرش هنا سيرفي ريسيرش. طيب السؤال عاده الريسيرش كويستشن بيجي وات وي هاف ناو از نوت كوايت رايت او جود او انف، وازاي نخليه احسن. يعني عاده بيبقى السؤال ايه اللي موجود دلوقتي؟ ايه اللي عندنا دلوقتي؟ في مشكله او مش ما هواش صح تماما او ما هواش كويس بطريقه يعني البرفورمانس بتاعه مش كويس قوي، وازاي نحسنه؟ ده عاده الكويستشنز بتيجي من الافكار دي. هتسال نفسك ايه اللي انت يعني نفسك تلاقي عنه اجابات من السب اريا دي؟ انت حددتها من شويه، حددنا مجموعه سب اريا
خلاص. طيب عايز تعرف ايه بقى في السب اريا؟ عايز مثلا في الكمبيوتر فيجن تشوف ال ايه؟ ما تقولش ما هو الكمبيوتر فيجن؟ ده مش ريسيرش فايه اللي انت عايز تكتشفه في السب اريا؟ الريسيرش كويشن ماست بي كيلو اور بي كونفيرمد اور ريفيوتد، يعني لازم السؤال بتاعك ينفع يلاقي عنده يا اما اجابه يا اما يلاقي عليه اجابه او ان احنا ننفي السؤال. يعني يس كونفيرم مثلا لو في اسامبشن ينفع ان انا كونفيرم اسامبشن او انفي اسامبشن. فانت هتحط لسته بالاسئله اللي هتيجي في دماغك الاول ريليتد للسب اريا، واذا كان في اسئله كتيره جدا بحيث انها نوت مانجبل تبتدي تشيل منهم الاقل انترست. ماشي. طب حضرتك كان في انواع للسيرش تايبس اللي هي زي السيرفي وانترفيو والكلام ده، الانواع دي احنا اوريدي هناخدها اول خدناها انواع ريسيرش بكامل هي كوانتيتيف والكواليتيف. تمام. وهناخد ريسيرش ميثودز بعد كده لسه. اوكي ماشي. اللي هي السيرفي والانترفيو والحاجات دي هناخدها. طيب احيانا يكون في ريسيرش كويشن بس ما هياش سيرش. مثلا كان نوت هاف امبيريكال اور اوبزيرفبل فاليو، يعني انت سؤال ملوش قيمة تجريبية او يعني observation، يعني انت ملاحظة يعني ملوش قيمة ان انت تلاحظه او حاجة. مثلا شوت فلسفي بي توت ان سكول ان هاي سكول، يعني هل لابد الفلسفة تدرس في ان هاي سكول؟ اول حاجة السؤال ده ما ينفعش تجاوب عنه. اولا مين اللي قرر هو شود ولا لا؟ يعني احنا كبشر نقرر، يعني من حقنا نقرر وينفع نقرر حاجه لازم تكون موجوده او لا؟ صعب. لكن نصيغ السؤال بطريقه ثانيه ازاي؟ هل الناس تعتقد ان الفلسفه لابد انها تدرس في هاي سكول؟ كده ينفع دي؟ يعني مين هاو شود دهيت دي؟ عايز حد فوق البشر عشان يقول لازم ولا مش لازم؟ خلاص؟ يعني دي شكل السؤال اللي بيتعرض على السؤال ده على عينة ده صح؟ ما ينفعش نجاوب عليه. لانه حاجه فوق، يعني فوق البشر، فوق يعني مين عنده الاسوره انه يجاوب؟ رئيس الدوله مثلا؟ ليه؟ فاهم قصدي؟ مين اللي عنده الاثوريتي ان يقول دي لازم ودي مش لازم؟ طالما في اثوريتي يبقى في لازم تكون من منبع فوق البني ادم، فوق الانسان. واحيانا بنتكلم مش على المدرس يدرس ولا لا، انت لازم تدرس ده من وظيفه شغلك مثلا، دي قصه ثانيه، دي مش موضوع ريسيرش حتى. لكن احنا بنقول محتاجين ندرس فلسفه في ثانويه ولا لا؟ يبقى محتاجين، يبقى ينفع نجاوب على السؤال محتاجين ولا مش محتاجين. لكن لابد الدرس ولا لا ده ما ينفعش الجواب عليه. بس معلش ده حاجه فلسفيه شويه. السؤال هنا هل المقصود بالسؤال ده ان انا بحطه في السيرفي اللي بعرضه على الناس اللي هترد، ولا انا نفسي بسال نفسي كريسيرشر؟ لا، انت كريسيرشر عايز تجاوب على السؤال ده، عايز تعمل ريسيرش عشان تشوف هل فعلا الناس بتعتقد باهميه تدريس الفلسفه الهاي سكول ولا لا؟ هتسال مين الناس؟ هسأل عينة. ممكن. أولياء الأمور ممكن، المدرسين ممكن، علماء الاجتماع ممكن، وهكذا. بس هتعمل بقى بحث عن ديفرنت ستيك هولدرز اللي هم يعني بيهمهم نتائج التعليم، مين اللي بيعلمهم واللي بيتعلمهم وأولياء الأمور. فأنت محتاج تعرف رأي مجموعات كتيرة من الناس، تخصصات مختلفة من وجهات نظر مختلفة حوالين حوالين تدريس الفلسفة في الهايسكول. تمام. يعني ده شكل السؤال اللي هحطه ليهم هم. شكل السؤال ده سؤال ريسيرش كويشن بالطريقة دي ينفع ندور له على إجابته. لكن السؤال بالطريقة دي تجربة يا سيكي اللي فوق ده ما ينفعش إنها تجربة. نعم. ده هنعمل عليها تجربة. إيه التجربة دي؟
نسال الناس ونشوف نتائج الاجابات بتاعتهم واعمل ايه اللي فوق ما مش هنعمل بالظبط كده هنعمل ايه نعمل ايه عشان نوصل لا او لا فاهمين ف احنا كل عملنا هنا ايه عملنا ريفريز للسؤال بحيث ينفع ادور على اجابته فاحيانا في ريسيرش كويستشنز مش ريسيرش من اصلا لو احنا بقى دخلنا في حاجات غيبيه شويه في جن ولا مفيش ما اعرفش ريسيرش ازاي يعني انا مثلا محتاج اعمل جهاز مثلا في لمبتين ادوس على الزرار اذا طلع لمبه حمراء يبقى في جن طلع حمراء مفيش ما ينفع مفيش حاجه ما ينفعش ادور على السؤال ده لا بس ده ليه اجابه في القران ان في اوريجن انت ما حضرتش معانا في الاول واضح احنا بنتكلم هنا على علم التجريب كل الساينس هنا بنتكلم عليه العلم التجريبي وليس العلم الغيبي وليس العلم الديني ما نتكلمش عليه خالص يعني ما ينفعش اعمل ريسيرش ربنا موجود ولا مش موجود ما ينفعش اعمل ريسيرش تمام ممكن الفطره تقول ده في لازم في خالق ومين هو ما ينفعش برضه انا اللي اكتشف من نفسي لازم هو اللي يقول لي حتى الناس اللي هي بتقول ان قبل الرسالات او لا بعد انقطاع الوحي فترات طويله في ناس بتقول في خالق يعني حتى العربي قال لك يعني مش عارف جبال ذات ايه واشجار ذات ايه وانهار ذات ايه يعني خلق غريب جدا مش محتاج يقول لي حد خلقه يعني انت لما بتشوف حاجه مصنوعه بتقول يا ده مين الراجل الدقيق قوي اللي هايل اللي صنع البتاع ده يعني بس طيب ماشي مين بقى اللي خلق ما نقدرش نعمل ريسيرش نعرفه هو مين بس هو اللي ففي احنا هنا بنتكلم على العلم التجريبي بس ده بره احنا عندنا في ديننا خلاص موفي بس بره بيعملوا ريسيرش ده او ريسيرش ده لا بيعملوها على يقول مثلا هو انا في عندي كواكب اخرى ينفع اعيش عليها ولا لا مثلا ايوه دارس هو انا ده علم تجريبي او في مخلوقات اخرى مثلا عايشه في كواكب ثانيه ولا ده علم تجريبي ده برضه نفس ده علم تجريبي ممكن نشوف بقى دلائل في مثلا مظاهر حياه اذا عرفنا نرصد يعني تغيير مثلا في التضاريس بحيث ان لقينا مبنى بيطلع لنا حاجه بتدل على ان في مخلوقات بتقول ليها انفايرمنت وحياه عايشه فيها وبتتغير مع الوقت فينفع ينفع نرصد مجال فينفع نجرب بالرصد وتحليل المعلومات اللي بنرصدها وهكذا فينفع نعمل سيرش جيو في مخلوقات في الفضاء ولا ما فيش والناس لحد دلوقتي بتعمل ايه؟ بتحاول تشوف فيه اي اصوات جايه من الفضاء اي اشارات معينه ضوئيه مثلا ببتر غريب شويه مثلا يعني انا بحاول اشوف اي حاجه فينفع ينفع ادرس واشوف لكن تعالى بقى على سبيل المثال في عوالم متوازيه اكوان متوازيه وان في فجوه بتحصل من كون لكون وحاجات بتتنقل من هنا لهنا طب ايه ازاي تدرس الحكايه دي؟ مش عارف لاقيها هو غير مفتاح ويشوفها ويطلع ما هو ده ريسيرش مش انا مش مقتنع بان هو ريسيرش فعلا صحيح فرضيات لا يمكن اثباتها فما هياش فرضيه علميه فرضيه بس مش علميه طب السؤال بتاع الجن في جن ولا لا لو غيرت الصيغه بتاعته هل تعتقد ان في جن الصيغه بتاعته خليتها هل تعتقد ان في جن ايوه ينفع ريسيرش ايوه الناس تعتقد في جن ولا ريسيرش تعمل بس زي والناس وتشوف بقى برضو تقسم الناس زي استطلاعات الراي كده واستبيان الراي ايوه انت هل تعتقد ان في جن ما فيش طب ما ليه برضو كملت ريسيرش في حاجات كتيره طب لو في حد عايز يعمل ريسيرش يعني مثلا يثبت وجود خالق بالمدور على الانتليجنت زي ما هو انت هتثبت ازاي في قول التجربه اللي انت يعني مثلا نحط كاركترستيك الانتليجنت زي تمام وعلى اساسه يجيب بقى العينات من اللي حواليه ده يثبت ده كل الانتليجنت زي اللي موجود في الكون ده ما كان مغير قد ايه؟ ها؟ كل حاجه الرسول ده ومع ذلك في ناس بيقولوا هذا الطبيعه يعني الرسول ده يعتبر امبيريكال ريسيرش فلا مش امبيريكال ريسيرش برضه خالق موجود ولا مش موجود دي مش امبيريكال ريسيرش مش ده المقصود حته ان اللي حواليه ده انتليجنت ديزاين ده انتليجنت ديزاين ايه تعريف الانتليجنت ديزاين؟ هتدخل بقى في هذا ايه يعني ايه انتليجنت ديزاين؟
لو خرجنا اصلا بره الهاك انتليجنت مثلا بتنمو بتكبر يعني لو جبت 2 ماوس بعد كده هيخلي في ماوس بقى مش دي بس مثلا يعني ايه يعني ما هو هندخل في تعريفات مش محدده زي يعني فعلي. ف يعني برضو احنا بنتكلم يا جماعه تاني واكد على كده احنا بنتكلم على علم التجريبي العلم التجريبي مش 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 الفيزياء والكيمياء والاحياء لا ممكن العلم الاجتماعي علم الاجتماعي علم الانساني علم الحيوانات علم الحشرات دراسه النمل بيتصرف ازاي مملكه النمل مش عارف خليه النحل ده كله ايه مش فيزياء ولا كيمياء ولا احياء بس حاجات اعرف اعمل احيظها اجرب عليها حاجات وهكذا خلاص فده علم تجريبي طيب بان احنا غيرنا صيغه السؤال ممكن البروبلم دي في الحاله دي نعمل امبيريكال بقت امبيريكال بروبلم واقدر اعمل عليها ريسيرش طيب مثلا سؤال تاني الحاجات الميتافيزيكال بقى والسوبر ناتشرال كويستشن زي في جن ولا مش عارف اجاوب عليه What is the meaning of life? مين اللي حدد معنى الحياه؟ سؤال يعني هتعمل تجربه تجاوب عليه ازاي؟ لكن ايه لو قلنا ما تصورات الناس عن المعنى الحياه؟ ينفع دي ينفع ندور على تصورات الناس عن معنى الحياه مفهوم الناس عن معنى الحياه اللي احنا برضه ايه مفهومنا عن حاجه فيج معنى الحياه الهدف من الحياه لما ليه موجودين في الدنيا ينفع تسال اسئله بشكل تريسيرش عن حاجه بشكل اعتقاد الناس باختلاف بقى تحدد بقى مجموعات عرقيه مجموعات دينيه مجموعات وات ايفر خلاص وتسالهم تعمل سيرفي عن اعتقادكم بمفهوم الحياه لكن ايه هو مفهوم الحياه هنجاوب ازاي what schools be like today if World War II did not occur يعني هيبقى شكل المدارس كان هيبقى ازاي لو الحرب العالميه الثانيه ما قامتش ايه فايدته ايه فايده السؤال ده ايه فايده الريسيرش ده حصلت خلاص خلاص فده يعني ده يعتبر ايه سوبر ناتشرال ايه يعني او ميتافيزيكال كويستشن فما لوش معنى ان احنا نساله ولا نجاوب عليه طيب يبقى دي كده ايه بعض انواع الاسئله اللي هي مش ريسيرش الجود ريسيرش كويستشنز لازم تكون فيزابل بمعنى ايه ان هي ينفع من لها الانفستيجيشن تجاوب عليها في الافيلبل ريسورسز بقى دي تايم ماني بيبول هيومن ريسورسز غير اي ريسورس ماشي فلازم ريسيرش كويستشن ده يكون فيزابل مثلا سؤال هنا what would be the level of achievement if each student is given a laptop to use for a semester يعني انت هتدي في سمستر معين هتدي الطلبة لابتوب وعايز تسأل هتشوف ال level of achievement لو كل طالب خد لابتوب في لمدة السمستر كام ما ينفعش نجربه ده اول السؤال ده مش فيه ليه اني ما حددتش اني طلبه اني سكول في اني كانتري مفيش سكول خلاص نوت فيزابل ليه لان مفيش سكول مفيش كلير ويتش ستودنت وود بي ستار اني ستودنت السؤال نفسه مفيش سكول محدد ما تسيبش ازاي يعني انت مش عارف السكوب علشان تكون او تصمم السيرفيز بتاعتك والريسيرش ستيبس وكده ما انتش عارف السكوب بتعمل ايه خلاص طيب هنصلحه ازاي بقى هاو دو ستودنتس اوف اكس واي زد سكول يبقى انا حددت سكول معينه طبعا بما انها سكول معينه يبقى الستودنتس اللي فيها حتى لو فيها ديفرنت ليفلز اتليست السكوب موجود feel about new social studies textbook issued in the district في الحي اللي احنا مثلا عايشين فيه يبقى الطلبه اللي في الحي طلبه المدرسه دي اللي في الحي ده طب انا لو عايز ريسيرش يبقى عن ستودنتس عامه في العالم
متجوز كده مش هي مش برضه. انت لوحدك هتعمل ريسيرش في العالم ازاي؟ ممكن يبقى في كذا حد بيعمل نفس الريسيرش في الدوله بتاعته وانا لمن بقى ايه ابدا اعمل ريسيرش. انت عايز طيب ما هو في زي في ايه بقى افيلبل ريسورسز. انت تقدر انت عندك ريسورس انت تشوفه تشوف في العالم كله بس كده. بس يا عم ما عندهمش كهرباء في طلبة ما فيش كهرباء اساسا. يعني الموضوع في طلبة في دول في طلبة ما فيهاش مدارس. ايوه هتدي لهم لابتوب بس كده بقت عينه برضه لان هو حطها في كل دوله خدت أيوة عينه معينه. ايوه حسب حسب تاني حسب الافيلبل ريسورس. يعني لو الامم المتحده اللي بتعمل ريسيرش ده ده في العالم كله عايزين نشوف تاثير عطاء الطلبه كل الطلبه في كل الجريز ممكن يعني الريسورسز موجوده. الامم المتحده بقى هتعمل ريسيرش وتعمل التصميم بتاعه ويبقى فيه ممثلين في كل دوله يعني في ريسورسز متاحه لعمل الريسيرش. بس هنا معلش هنا في الجزء الاخير ده بس برضه لازم تحدد وورلد وايد. هتقول لازم تقول وورلد وايد لازم السكوب لازم تحدد السكوب. نو سكوب كده يبقى ما تقدرش تعمل حاجه. نو سكوب من غير سكوب واضح هتعمل انت نفسك بقى تيجي تعمل يعني تعمل تصميم للبحث للمستويز اللي اشتغلها يا ترى دي في كل مصر في حته من مصر بس كل العالم انت هتعمل ايه. كل واحده من دول كل سكوب من دول ليه متطلبات مختلفه وليه ستيبس بعد كده تتبعها في البحث مختلفه عن السكوب التاني. هنا كنت بقول انا لازم في السؤال بتاعي اراعي ان انا احدد مش السكوب يعني اقصد الاربع حاجات اللي قلنا عليهم في الاول هي البيبل والبروبلم وكان والبيبل والبروبلم بالظبط والبروبلم انا مش عارف تمام او على الاقل ماشي ماشي السؤال ده فيزبل ليه بقى؟ لان انا حددت السكوب وحددت البيبل معينه حددت ديستريكت يبقى الطلبه اللي في الديستريكت فلان اللي في المدرسه الفلانيه لازم يكون سيجنيفيكانت يعني سؤال يستحق الاجابه او البحث عن الاجابه بتاعته. فاكرين لما قلنا الاكاديميك ريسيرش ان هو يكون سيجنيفيكانت. فسيجنيفيكانت يعني ايه؟ يعني البحث عنه هيضيف قيمه محسوسه للعلم مش مثلا تريكر زي اللي شفناه من كام سلايد كده. هل ال اللي هي اللي كانت مدرسين الحضاره الكريتيف ولا لا؟ هستفيد ايه من انهم كريتيف ولا لا؟ طيب must be ethical لازم يعني ما يضرش لا ال people اللي انت بتدرسهم او العينات اللي انت بتدرسها او ال environment اللي انت بتشتغل فيها البحث خلاص ولا فيزيكال ولا سايكولوجيكال ايه هارم للهيومن والانفايرمنت او حتى نعم تعالوا بدل بغصب عنك زي كورونا زي ايه؟ زي مصر كورونا ماشي بس ما هو انت برضه بتراعي ايثيكال في الحاجات دي ان انت ما بتعملش حاجه انت واثق انها وحشه وهتجربها لا انت عامل حاجه انت واثق انها كويسه بس هتجربها فانت في الاول بتقدم حاجة انت عارف ان مفيش فيها ضرر او يعني بتحاول تقلل كل الضرر المحتمل لذهنك وبعد كده بتجربه. فانت بتاخد كل الاحتياطات والاجراءات اللي تخليك يعني مطمن ان ده لو جربته على نفسك مش هيبقى. فهي دي الاسك يعني احد الاسك الكونسيدريشن. بس هم سوري يعني في مصر كورونا هم ادونا مصر وظهر بعد كده الجوانب بتاعته وفي ناس كتير تعرف منه ما بقتش تعرف خالص. طب ما هو اي دواء يا جماعه كده؟ اي دواء في الدنيا ليه سايد افكت؟ ممكن يبقى اتنين اخوات ياخدوا نفس الدواء واحد تجي له حساسيه تموته والتاني ياخده من بره طعم عادي خالص. بس كلهم قاصدين اي دواء لا يعني عشان كان لسه كانت قاصدين او مش قاصدين بقى دي نظريه المؤامره اثبتيها. ما اقدرش اعمل اثبات كده ما اعرفهاش. خلاص التعميم ده غلط. التعميم بدون اسباب واضحه ومنطقيه غلط. بما ان انتوا باحثين مستقبليين ان شاء الله اتعلموا الحكايه دي. مش ما تقراش اي حاجه وتاخدها فور جرانت كده غلط.
لازم جالك بوست معين قري بوست خبر مش عارف لا لازم عندك كده تشغل مخك الخبر ده لوجيك يعني المصدر بتاع الخبر موثوق فيه ولا لا اول حاجه ولو موثوق فيه الخبر شكله صحيح ولا مش صحيح منطقي ولا مش منطقي ممكن يكون مغرض ولا مش مغرض فقبل ما تبدا تعمل ريبوست ولا ريتويت ولا وتلاقي يعني تبقى انت دخلت في ايه في مثلا نشر اشاعه غلط الكلام ده غلط فانت لازم تكون بتدقق في اي حاجه بتقراها بس انا عندي يعني جوز اختي خالي كذا حد بعد الدواء فعليا تاب وتوفاهم ممكن وارد ربنا يرحمهم جميعا وارد في عيله واحده يعني كمنطقيه ما هو لا مش ما هو اولا اسباب تعالي هل تم تحديد اسباب الوفاه بدقه لكل واحد منهم؟ هل اتعمل تشريح الكلام ده لازم اتعمل تشريح طبي واتعرف كل سبب الوفاه الدقيق لكل واحد منهم؟ لا فممكن جدا حتى لو ما خدوش الدواء كانوا هيموتوا يعني فاهم قصدي؟ ممكن يكون الحاله بتاعتهم اساسا قبل الدواء انها كان كده كده هيموتوا فاحنا يا جماعه لازم نبقى برضو قبل ما نوصل لاي كونكلوجن لازم ندرس ونحلل وندقق قبل ما نوصل لاي كونكلوجن تمام طب بس ليه يعني اشمعنى بعد ما اخذ الدواء كلهم ابتدى يظهر عندهم تمام يعني مثلا ما هو ممكن يكون عندهم كورونا بقى لها شهرين ثلاثه خلاص وعماله تبروجريس وعماله تعمل سايد افكتس جوه الجسم وظهرت صدفه بعد ما خدوا يعني فانا بقول ما انا بقول لك ممكن ده وارد ولا مش وارد هو احتمال انا بقول ده وارد ولا مش وارد ممكن جدا لو ما خدوش الدواء برضه كانت تظهر نفسه عليهم نفس الكومبليكيشن وكانوا هيموتوا برضه بس كذا حد ممكن اما ناس كتير جدا ماتت كورونا ومن نفس العيله ده بالعكس ده كلهم من عيله واحده انهم اتعادوا بعض ويعني ما هو مش نفس المرض يعني خالته مش لازم مش لازم ده مش هتقولي كورونا اهو اي لا بعد المصري ظهر عندهم يعني مثلا سي لو خاله مثلا القلب عنده كان ضعيف شويه ايوه بس بعد الكورونا اظهرتها قوي بصي يبقى اصلا ايه؟ قلبه ضعيف كان في حاجة ما كانش صح ان هو ياخد الماسك مثلا الله لا هو اللي عنده كورونا اصلا خد الماسك هو عنده كورونا لو هتقطع اسرع يعني بص دي حاجات يا جماعه دي حاجات محتاجه دراسه لازم قبل ما اوصل للكونكلوجن لازم يبقى في دراسه اتعملت خلاص اتعلم بقى ايه نفكر از ريسيرش نتعلم نفكر كذا ما ينفعش اوصل لكونكلوجن من غير دراسه بس اوكي بس انت مش طبيبه عشان تدرسي ما عملتيش اي بحث علمي علشان توصلي للكونكلوجن ده فخلاص ما تقوليش كونكلوجن لو سمحتي خلاص اعملي بقى بحث لما تخلصي الكورس بتاعنا اعملي بحث عن الموضوع ده اذا عرفتي انت ما عندكيش انت طبيبه طبعا هتبحثي ازاي في الموضوع؟ يعني بقى الاطباء اطباء دول عملوا دراسه ولا حاجتين ثلاثه وخلاص؟ مفيش دواء او راي طبي او كونكلوجن بيتعمل على حاجتين ثلاثه 10 100 حتى ده بيتعمل على الاف الانديفيدوال والاشخاص عشان نوصل لكونكلوجن عشان نوصل ان الدواء ده مؤثر عشان نوصل لكذا كذا بيتعمل تجارب سريريه وكذا مرحله وي او علشان نقول ان الدواء ده هو سبب العرض ده برضه محتاج ايه؟ عدد كبير من الانديفيديوال وتطبق عليهم الدواء وتجربه وطويله يعني ليها كنترول معين التجربه دي عشان نقول برضه ان الدواء ده هو سبب السايد افكت ده اللي بيؤدي للوفاه. الحاجات دي مش يعني ما تتقالش كده جزافا لازم تكون في دراسات اتعملت خلاص قبل ما لازم اي حد انا مش صاحب شركه الماسك اللي خدوا منها يعني عشان ابقى حريص عليهم لا بس انا ضد التعميم بدون دراسه حد معترض حق تعترض نعمل بحث نناقش بس الاعتراض لازم يكون ايه منطقي لا حد يعرف. طيب it must be clear research question لازم يكون clear بمعنى ايه clear؟ ان معظم الناس اللي في المجال
هتوافق على نفس الفهم والكلمات ومعاني الكلمات اللي في الايه اللي في الريسيرش كويشن. ما يكونش في كلمات مثلا تحتمل اكتر من معنى بحيث ان انا افهمه بطريقه وغيري يفهمه بطريقه ثانيه. فلازم يبقى الريسيرش او الناس اللي هم ساينتست في نفس المجال اللي عندهم فكره عن المجال ده لما يقروا السؤال يعرفوا يوصلوا لكومون اجريمنت عن معنى السؤال. يعني مش كل واحد يفهمه بطريقه. ايوه بالظبط. فعشان كده مثلا السؤال اهو هاو دو تيتشرز فيل اباوت سبيشال كلاسز فور ذا ايديوكيشنالي هانديكاب. السؤال ده واضح ولا مش واضح كده؟ هاو دو تيتشرز فيل اباوت سبيشال كلاسز فور ذا ايديوكيشنالي هانديكاب. نعم يعني ايه special process مثلا؟ لا هي كلمة فيل اصلا ايوة دي اول حاجة فيل دي هيسأل ازاي؟ يعني ايه الفيل اللي ده انهي فيل؟ يعني ايه المقصود بيه؟ في حاجة تانية يعني ايه educationally handicap؟ يعني ايه؟ ايه المقصود بالطالب اللي عنده صعوبات في التعلم؟ يعني ايه برضه نقيسها ازاي؟ هنعرفهم ازاي؟ هنعرفهم ازاي عشان ادرس عشان الاول احط لهم سبيشال كلاسز ها ثم ان انا اشوف الفيلدز بتاعتي. فاحنا عندنا ايه؟ وات ايدج جروب تو از انفولفد تاني ما قلناش ادي ايدج جروب من الايه؟ من الطلبه او من التيتشرز. احنا عايزين نقول هاو دو تيتشرز فيل اباوت ايدج جروب اوف التيتشرز ما قلناش. What is the level of experience of the teachers? برضو ما قلناش. Are all teachers in the country involved? برضو ما قلناش. Does feel need opinion? مش عارفين. ما حددناش. لو حطينا opinion ماشي. هل هي emotional reactions؟ ولا opinion؟ الopinion هي؟ يدفع رئيسه. لكن emotional reaction يعني حابب الموضوع ولا مش حابب يعني صوت يعني. انما opinion رأيي في كذا وكذا كذا. وبالتالي الرأي ده ينفع ان انا اخد بيه مثلا في تصليح حاجة في منع حاجة في ايجاد حاجة تطويرها تعميمها على كل المدارس مثلا. فطالما هيقيس رأي يبقى ينفع. انما هيقيس feeling emotional reactions مش هتفرق بقى. فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ فلازم ايه صيغه السؤال والكلمات اللي موجوده فيه تبقى بتحمل ايه؟ يعني common agreement common understanding ما بين الناس اللي ايه؟ اللي هتقرا السؤال. What is the definition of educationally handicapped؟ اللي عنده صعوبات في التعلم يعني ايه؟ الهانديكاب اللي هم الفيزيكال هانديكاب معروفه. مثلا يعني واحد بصعوبه في التحرك ما بيمشيش كويس بيزق مش عارف عنده شلل عنده فمفهوم فيزيكالي هانديكاب مفهوم. لكن ايديوكيشنال هانديكاب يعني ايه؟ تحصيل ضعيف وعايز يعني الى اي مدى بيسقط بين يعني ايه الحاجه اللي تقول ان الطالب ده هانديكاب في ايديوكيشنال ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ سواء كل ده هيتكتب في السؤال؟ ايوه ايوه المفروض يتكتب. ممكن يبقى جملة ممكن يبقى سطرين مثلا عادي جدا ده هو كده وسطر يعني. خلي بالك وهنا بيقول لك انا حطيت التفاصيل دي كلها مش هتبقى سطرين. ايوه هتحط فيه ممكن اول حاجة ايه؟ تيتشرز اللي هو مثلا ايه فريش جراديو تيتشر كلمتين او فريش تيتشر about feeling يبقى opinion. انت ما زودتش كده اكسبيرينس اهو فريش قلنا اهو فريش دي تحمل حاجتين ليفل اوف اكسبيرينس و ايدج. طبعا فريش جرادويت لسه يبقى الايدج بتاعه صغير. فريش جرادويت ممكن اهو سن كبير عادي. لا احنا بنتكلم على تيتشرز اللي هم بيتخرجوا من كليه التربيه وهكذا.
ماشي ممكن لو حاجة بيج تتفهم بأكتر من معنى فريش تيتشر مثلا لو قلت ان هو لسه متعين ولا لسه متخرج تفرق ممكن يكون عنده 40 سنة ولسه متعين متخرج بقاله 10 سنين بس ما اشتغلش في التدريس ولسه متعين على مجال جرب القوى العامة مثلا يعني فبرضه لو حاجة بيج زي كده تتحدد المفروض انها تتحدد أكتر في السنة بس ممكن يبقى كذا لاين مش مشكلة نعم ممكن يبقى كذا لاين مش مشكلة بالعكس كل ما زاد الوضوح في السؤال كل ما كان احسن بالظبط طيب التايبس اوف ريسيرش كويستشن احنا عملنا ايه بس فاضلنا مثلا ايه نص ساعه كتير تحبوا ناخد بريك ونرجع تاني ولا نخلص مره واحده ونمشي بدري يا ريت نكمل ها يا ريت نكمل طيب التايبس اوف ريسيرش كويستشن اول حاجه اول نوع منها اسمه فاكتور نيمينج كويستشن يعني ايه فاكتور نيمينج كويستشن يوجوالي ستارت بكلمه وات وبيتعامل مع الاكسبلوراتوري انفورميشن يبقى انت فاكتور نيمينج يعني عايز تقول ايه هي الحاجه ايه الكهرباء ولا الضوء اللي بينزل السماء ايه ده يبقى انت بتعمل اكسبلورنج الحاجه ها مش معروفة لسه تعملها نيمينج توصفها وتسميها وتدرسها وتحللها مش تحللها آسف توصفها فأنت سميناها برق والصوت ده سميناه رعد طب إيه هو ده؟ خلاص أدي أول حاجة مثلا زي what is the general academic performance of working students هي حضراتكم كلكم بتشتغلوا يا ترى ايه الاكاديميك بيرفورمانس الجنرال اكاديميك بيرفورمانس بتاع الطلبه اللي مش نايمه يبقى ده ايه سؤال نسميه فاكتور نيمينج كويستشن فاحنا عايزين نعرف ايه هو الجنرال اكاديميك بيرفورمانس اوف وركينج ستودنتس هنقول مثلا افريج لو ما اعتقدش انه عالي ما انا كنت زيكم برضه ما اشتغلت يعني كنت طالب وبعد ما اشتغلت فايه طب نعرفها من الحكايه دي نجيب بقى متوسطات وندرس اعداد وكذا سنين كتيره ونشوف الطلبه ومقدار الشغل بتاعهم قد ايه كان بيشتغل فول تايم ولا بارت تايم كام ساعه شغل يعني في اناليسيس كتيره ممكن نعملها وداتا كتيره ممكن نحصلها ونعمل لها ستاتستيكال ميجرز ويو عشان نقدر نحدد ليفل اوف بيرفورمانس اكاديميك بيرفورمانس ده اسم ايه؟ فاكتور نيمينج كويستشن مثلا وات ار ذا كاركترستكس اوف نيولي جراديويت نيرسينج انستراكتورز الانستراكتور في مجال التمريض هم لسه متخرجين اهو نيولي جراديويت ايه هي الكاركترستكس بتاعتهم؟ من حيث التدريس مثلا من حيث سنهم من حيث السكس مثلا يعني ايه الكاركترستكس بقى؟ هتشوف كل الكاركترستكس المختلفة المحتملة للايه؟ اللي هما النيو جراديت نيرسينج انستراكتورز. طيب النوع الثاني من الأسئلة استابلشنج ريليشن شيب كويستشنز. واضح من اسمه كده إن إحنا إيه؟ بنحاول نأيزوليت الفاريبلز ونريليت ونشوف العلاقة بين الفاريبلز والعلاقة. بأي ظاهرة معينة فبنشوف إيه الفاكتورز اللي بتأثر في الظاهرة دي الفاريبلز الموجودة في الظاهرة في علاقات بينهم ولا لا. مثلا what is the relationship between the smoking and lung cancer؟ خلاص؟ يبقى عندي smoking و lung ايه؟ cancer. ايه في relation بينهم ولا ما فيش؟ ايه هي relation بينهم؟ طيب بعد كده في situational and relationship questions. هنا ال variables بقى ازاي تبقى الفاريبل بتتغير عشان نشوف ايه اللي هيحصل. يعني لو قللت التدخين مثلا عند الناس اللي مصابه بالكانسر المدخنين لو قللت التدخين هيحصل ايه؟ خلاص؟ فهنا بنعمل سيتويشن بنشوف ايه السيتويشن اللي هيحدث اللي ممكن يحدث لو فاريبلز معينه اتغيرت. What are the effect of virgin coconut oil to cancer patients؟ مثلا الكوكونات ده اللي هو الاناناس باين جوز الهند جوز الهند زيت الجوز الهند النقي وتاثيره على الكانسر بيشنت
طبعا دي تسليك ولا ملوش. How will the students perform in the distance education system of schooling؟ اللي هو زي ايام الكورونا كده الناس كانت بتدرس من البيت الدراسة عن بعد، ده ترى ايه البرفورمانس بتاعهم، هيحصل ايه، هيكون عامل ازاي البرفورمانس بتاعهم لو حصل كذا. فانت هنا بتغير variables موجودة علشان تشوف ايه situation اللي هينشأ بتغيير الفاريبل. في solution situation generating questions، فهنا بتستبلش goals و require action plan للبروجرام علشان توصل لايه، تحقق الهدف ده. بتحط هدف الاول ثم تشوف بقى الاكشن بلانز او البروجرامز او الانترفنشن اللي انت عايز. احنا عايزين نقلل البطاله 50% في خلال 3 سنين. هدف situation generating، انا عايز اقلل البطاله الى 50% من دلوقتي في 3 سنين اللي جايه، في خلال 3 سنين. فهدف بحطه وعايز اعمل ريسيرش علشان اشوف ايه الاكشن او ايه البروجرامز، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان احقق بيها ايه هذا الهدف. What possible program can be developed to improve the delivery of instruction in the underdeveloped institution؟ ازاي ان انا ايه possible program، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان improve the delivery of instruction اللي هي ايه، توصيل المعلومة في underdeveloped institutions. ماشي؟ طيب احنا كده عرفنا ايه types of research questions، اربع انواع. الاول حاجه more trivial، مش trivial اسف، more natural اللي هي تحصل الاول في حاجه احنا لسه مش عارفين عنها اي شيء، اللي هي what factor naming question. وبعد كده في establish relationship، في situational and relationship، ان انا لما اغير variable حاليا هيحصل ايه قدام، في علاقه بين حاجتين تدخين وسرطان الرئه. طيب ده ريليشن شيب اثبتنا بالريسيرش انها موجوده. طب هيحصل ايه لو المدخن قل؟ يبقى ايه ريليشن شيب في سيتويشن معين، عايز هيحصل اني سيتويشن هينتج من تغيير فاريبل في ريليشن شيب معينه. والنوع الرابع سيتويشن ايه جنريشن، انا عايز احدد هدف وعايز اعرف ايه اللي ممكن اعمله عشان احقق هذا الهدف. عايز انجح في الماده دي، هدف اهو، نعمل ايه؟ نذاكر. برافو عليك. مش محتاج ريسيرش. فاول مره مش عارف النهارده اعمل ايه؟ يا ريت طلعوا تسال في الماده دي. طب انت سالت السؤال ده في بيت المواد؟ سالت بيت الدكاتره؟ كلهم بيسالوا. يا ريت طلعوا تسال. اي طالب بيسال في يعني انت السؤال ده محتاج اجابه، في يعني ايه، يعني ايه الاجابه؟ ما يعني لم يجتهد. طيب الليفلز اوف ريسيرش كويستشنز، اول ليفل اكسبلوراتوري كويستشنز اللي هي يوجوال بيجنز ويز وات از اكسبلور، عاده بتبقى فيها ديسكريبتيف تايب اوف ريسيرش. ها ديسكريبتيف ريسيرش بيبقى انت عايز تعرف ايه، تاكسبلور حاجه معينه، معلومات عن حاجه معينه. يعني انا ممكن تفهمها في الفيزياء مثلا اكتر، بس مثلا في الكمبيوتر ساينس مثلا هو الوقت زي في الكمبيوتر ساينس ديسكريبتيف تايب اوف ريسيرش، ها ايه انواع الريسيرش، السيرش تكنيكس المستخدمه في حل المشكله الفلانيه. دي اجابه معروفه مش معروفه. ايه انواع، بقول ايه انواع الريسيرش تكنيكس اللي مستخدمة في حل مشكلة فلانية. فين الإجابة المعروفة دي؟ أنت هتعمل ريسيرش المشكلة دي محلولة إزاي في العالم؟ كل الدنيا بقى أي ريسيرش اتعمل عشان يقدم حل للمشكلة الفلانية دي، إيه السيرش تكنيكس اللي تم فيها؟ أنواع كتيرة من السيرش ممكن تكون موجودة. لا لمشكلة معينة. لمشكلة معينة، بقول لمشكلة لحل مشكلة معينة. إيه هي المشاكل اللي بتقابل يعني الالجوريزمز اللي بتحل اللي مستخدمه في حل مشكله معينه؟ ايه الصعوبات اللي بتقابل الالجوريزمز دي مثلا في الزمان؟ حاجات كتيره في الكمبيوتر ساينس. انا كده مش كل اللي بعمله ان انا بروح اشوف الناس عملت ايه واطلع اللي هم
الاول ايه نوع الريسيرش بتاعك؟ انت عايز تعرف كيفيه حل المشكله دي، ايه التكنيكس المختلفه لحل المشكله. ده ريسيرش. الناس يا جماعه بتحل المشكله دي ازاي؟ ده ممكن يبقى جزء من الريسيرش، تعمل ريتش ريفيو علشان مثلا تشوف هل ممكن بقى تحسين حلول، ايجاد حلول اخرى. ما هي البحث دايما مش بيجاوب على السؤال ده ويقف، دايما الريسيرش دايما ممتد. انا قصدي يا دكتور لو السؤال اصلا كده المفروض يخلص لما خلص الريتش ريفيو. ما هو ممكن في ريتش ريفيو بعد 6 شهور على فكره، ده بحث، ممكن بحث بحد ذاته. انت عايز تعمل ريتش ريفيو عن كل الالجوريزمز اللي استخدمت في حل مشكله معينه، وتصنيفها بقى وعمل دراسات عليها. ده لو كان ده ريسيرش بس، لو كان ده ريسيرش بس، لو لسه ممكن عندي بقيه اسئله ثانيه وازاي بقى احسن من الكلام ده. ايوه ودي ليفلز اوف ريسيرش كويستشن. انت ممكن الريسيرش بتاعك يبقى فيه اكتر من ريسيرش كويستشن وليفلز. مش احنا اتفقنا في الاول خالص ريسيرش كويستشن مش لازم يبقى عندي سؤال واحد، ممكن يبقى عندي عده اسئله وكويستشن وسب كويستشنز وهكذا. فالليفلز بتاعتنا ايه؟ الفيرست ليفل وات از. طب السكند ليفل، فاهم؟ بس ناخد امثله. ستيب اند سبيسيفيك كويستشن بيجينز ويز ذا اناليسيس اوف ايه؟ اوف ريسبوندنس بروفايل لايك جندر سوشيو ايكونوميك ستاتس ريليجيوس افيليشنز. يعني عاده النوع ده من الاسئله اكتر ما هو موجود نشا في العلوم الانسانيه. ف بيجي من ايه؟ من ردود الناس لاسئله معينه. طب نطبق الكلام ده على الكمبيوتر ساينس ازاي؟ زي المثال اللي انا قلته من شويه. طب السكند ليفل، فايند ذا ريليشن شيب بتوين فاريبلز اندر ستاد. انت مثلا بتدرس كل الالجوريزمز اللي استخدمت في حل مشكله معينه، ثم عايز تقول بقى الالجوريزمز الشكل الفلاني البرفورمانس بتاعها عالي ولا واطي، عايز تشوف علاقه بين نوع الالجوريزم والبرفورمانس. يبقى انت عايز تدور على في ريليشن شيب موجوده بين الفاريبلز اللي موجوده في الاستادي، فالكلاسيفيكيشن اوف الالجوريزمز ثم البرفورمانس بتاعها، في علاقه بين نوع الالجوريزم والبرفورمانس ولا لا؟ في علاقه بين حجم الداتا والبرفورمانس ولا لا؟ حاجات كتيره بقى ممكن اي فاريبلز ممكن تطلعها من الدراسه بتاعتك. ثيرد ليفل اللي هو ايه؟ ديتيرمين ذا اكستنت اوف ريليشن شيب اور ديفرنس بتوين فاريبلز، وتسال نفسك ليه الريليشن شيب دي موجوده او الريفرنس ده موجود. خلاص؟ نشوف اكزامبلز كده. التوبيك ستودنتس اكسبوز تو كمبيوتر ايدد انستراكشن ان نيرسينج، ده التوبيك بتاعي. الطلبه اللي استخدموا كمبيوتر ايدد انستراكشن في التمريض. الكويستشنز اللي ممكن تطلع بقى حسب الليفل. فيرست ليفل، وات ار ذا اكسبيرينسز اوف ذا ستودنت ان كمبيوتر نولج؟ رويال تو الكاي ابروتش فور تيتشنج، يعني الطلبه دي كان عندهم علم مسبق بالكمبيوتر ولا لا؟ يبقى الاكسبيرينس في الكمبيوتر عند الطلبه دي قبل تطبيق الكاي ابروتش في التيتشنج كان ايه؟ وده اول ليفل اللي هو ايه؟ اكسبلوراتيف. بتكسبلور الليفل اوف اكسبيرينس اوف كمبيوتر نولج عند الطلبه دي قبل استخدام الكاي ابروتش في التيتشنج. سكند ليفل، وات از ذا ريليشن شيب بقى بتوين البريور اكسبيرينسز دي والتحصيل بتاع في الكاي يعني كان عنده قدرته على استخدام الكاي اللي هو الكمبيوتر ايدد انستراكشن اللي هو بقى انتوا عارفين الاول الكمبيوتر ايدد انستراكشن ده عباره عن ايه؟ في سوفت ويرز كتيره بتتعمل وطبعا دي جزء منها بيبقى اي اي بتساعد الطالب في التعلم. اللي هو ايه؟ تعرض له الاسئله، تعرض له الدرس الاول، ثم مجموعه الاسئله، ثم من الاجابات بتاعت الاسئله دي يقدر يحدد ايه الاخطاء اللي وقع فيها الطالب، ثم وبالتالي محتاج اعاده شرح في كذا مع مور يعني ديتيلد اكسبلينيشن مور ديتيلد اكزامبلز
ثم قياس الليفل بعد كده بعد الشرح ده تاني وهكذا. دي بتبقى اسمها كمبيوتر ايدد انستراكتورز، بحيث ان هو يعني بيقدر يتكت مستوى الطالب ويغير طريقه الشرح والاكزامبلز والتركيز على اجزاء معينه على حسب مستوى ايه كل طالب. طبعا ده لما الانستراكتور زي كده بيشرح ل 100 طالب قدامه صعب جدا يعمل الكلام ده، صعب قوي. واحيانا لما يبقى فيه اسئله بعض الطلبه محتاجه اكزامبلز اكتر ان ديتيلز يعني وتبسيط اكتر، ممكن وقت المحاضره لا يسمح لان انت كده هتعطل الباقيين، فساعتها بنقول له ايه تعالي للمكتب مثلا اشرح لك. فالكمبيوتر ايديد انستراكتورز بتساعد بقى الطالب، بتبقى خلاص اورينتد ان هي لكل طالب على حده، بتبقى ايه بتبقى عارفه الليفل بتاعه حدده له، بتتوجه وبتبقى كاستمايزبل على حسب ايه مستوى الطالب وسرعه ادراكه وسرعه فهمه وعارفه. طيب السؤال الثاني ريليشن شيب، عايزين نشوف هل في اي علاقه بين البلاير اكسبيرينس والقدره على التعامل مع الكاي ولا لا. النوع الثاني، النوع الليفل الثالث من الاسئله، في سيجنيفيكانت ديفرنس بقى بين البلاير اكسبيرينس في الستودنتس والجنرال بيرفورمانس ولا مفيش. يعني هل الطلبه، احنا الاول هنا في علاقه، اكتشفنا ان في علاقه بين ان الطلبه اللي هم كان عندهم كمبيوتر اكسبيرينس الاول قبل استخدام الكاي قدروا يتعاملوا معاه بسهوله. طيب هل في سيجنيفيكانت ديفرنس بقى في البرفورمانس بتاع الطلبه بعد كده ولا مفيش؟ في اختلاف بسيط ما يهمش ولا سيجنيفيكانت ديفرنس، بحيث ان انا اقول على الطلبه اللي هيستخدموا البرنامج ده انهم يقروا او يتعلموا كذا. شايفين نتيجة الدراسة بقى لو لقيت في significant difference هعمل ايه؟ لازم يبقى كأن في prerequisites للطلبة قبل ما يبتدي يستخدم هذا البرنامج، لأن لقيت في significant difference. خلين بالنا؟ فادي levels of ايه؟ of questions. فهو دراسة واحدة فيها ثلاث ايه؟ ثلاث أنواع من الأسئلة بثلاثة levels. طيب بعد ما عملنا بقى ريسيرش كويستشنز حددنا ايه احنا هنسال ايه بالظبط اللي احنا عايزين نعرفه، نحدد حاجه اسمها ريسيرش اوبجكتيفز. الاوبجكتيفز هي الجولز اللي انت عايز توصل لها في الدراسه بتاعتك. الاوبجكتيفز دي بتظهر من الريسيرش كويستشنز. المين ديفرنس بين الاوبجكتيفز والريسيرش كويستشنز هي الطريقه اللي بتتقال بيها، الطريقه اللي بتتكتب بيها في صيغه سؤال ولا في صيغه اكشن بلان. فمثلا الاوبجكتيفز بتحول الكويستشنز الى behavioral aims using action oriented words، زي مثلا ايه؟ to find out, to examine, to determine, to explore, to measure. تحول السيرش كويستشنز بتاعتك الى اكشن فيربس او اكشن اورينتد ووردز. المين اوبجكتيف بيبقى هو الاوفر اول ستيتمنت بتاعت الايه؟ الستادي. وممكن تتقسم الى سب اوبجكتيف بحيث ان كل سب اوبجكتيف يجاوب على جزئيه معينه من الدراسه. يعني خلوا دايما ده يبقى براكتس عندكم، ان انت يبقى عندك بروبلم كبيره تقسمها الى سب بروبلمز عشان تقدر تتعامل مع كل مشكلة صغيرة لوحدها، وبالتالي تحل ايه؟ المشكلة الكبيرة. Divide and conquer. عارف Divide and conquer؟ المستعملين كانوا بيعملوا كده معانا. فهو الابروتش ده نجح جدا في الاحتلال العسكري، وبالتالي بقى ينفع يتطبق في حل اي مشكلة. عايز عندك مشكلة عويصة مش عارف توصل لحلها، تعمل ايه؟ قسمها لسب بروبلمز وحل كل سب بروبلم لوحدها. فتبقى وصلت الحل كده. ماشي. السب اوبجكتيفز المفروض تبقى نيوميريكالي ليستد، 1 2 3، ولازم الليستنج ده بالترتيب يكون ترتيب منطقي، ان انا ما اقدرش اوصل للسب اوبجكتيف الثاني غير لما اوصل للاولاني اللي قبليه. خلاص.
وطبعا بما انه كل سب اوبجكتيف لازم بيتكلم على اسبكت واحد بس من الدراسه، يجاوب على سؤال واحد بس من اسئله ايه في الدراسه. اخر حاجه بقى الكاركترستكس اوف اوبجكتيفز. اول شيء الاوبجكتيف لازم يكون كلير، اوبجكتيف ستيتمنت كده تكون كلير وكومبليت وسبيسيفيك ماشي. وده بنحتاجه في الديسكريبتيف ستاديز، زي مثلا يعني ايه الهدف؟ تو ديسكرايب ذا تايبس اوف تريتمنت بروجرام بروفايدد باي نيم اوف اورجانيزيشن تو الكوهوليك ان نيم اوف ذا بليس. يبقى انا لازم سبيسيفيك، يعني ايه سبيسيفيك؟ فين ده اتحقق ازاي؟ حددت نوع الاورجانيزيشن وكمان نوع الايه او المكان اللي انا هابلاي عليه التجربه. ايه هي انواع ديسكرايب؟ يبقى انا ديسكرايب التايبس اوف تريتمنتس، تريتمنت بروجرام، انواع التريتمنت بروجرام اللي موجوده فيه او بروفايد باي الحكومه مثلا المصريه للتخلص من، ولا بلاش الحكومه المصريه، الحكومه الانجليزيه مثلا عشان تتعامل مع مشكله ادمان الكحوليات في انجلترا او في لندن او في كذا. خلاص يبقى ده كلير، مفيش اي امبيجويتي، مفيش اي كلمه تحتمل اكتر من معنى. وكمبليت، حددت اللي مطلوب كله تريتمنت بروجرام في الالكوهوليك، وسبيسيفيك بالاورجانيزيشن الفلانيه او المكان الفلاني ماشي. طيب اللي بعد كده ان انا اللي بيكون بيدنتيفاي المين فاريبلز تو بي كورليتد، ده محتاجه فين؟ في الكورليشن ستاديز. انا في الكورليشن ستاديز محتاج يكون الاوبجكتيف بتاعي كلير كومبليت سبيسيفيك وبيحدد الفاريبلز اللي انا هعمل عليها الدراسه. مثلا تو كومبير ذا افكتيفنس اوف ديفرنت تيتشنج ميثودز اون ذا كومبريهنشن اوف ستودنت، عايزين نشوف الافكتيفنس، نقارن بين الافكتيفنس اوف ديفرنت تيتشنج ميثودز على تحصيل الطلبه. يبقى انا عندي تو فاريبلز هنا، الافكت الافكتيفنس والايه اوف تيتشنج ميثودز على الكومبريهنشن اوف ستادز، افكتيف تيتشنج ميثود والكومبريهنشن اوف ستادز تو فاريبلز. الاثنين ليهم علاقه ببعض يعني؟ دي تكمله اللي فوق؟ لا ده كده ده مش علاقه باللي فوق، بس ده كده ايه اوبجكتيف جديد في الاربع حاجات دول، كلير وكومبليت وسبيسيفيك وايدنتيفاي المين فاليو. بس ده مثال مختلف عن ده. عشان بقى نحدد، محتاجين نحدد السكوب، محتاجين نحدد مثلا في المدرسه الفلانيه ستودنتس الهاي سكول ستودنتس مثلا عشان يبقى مور سبيسيفيك. لكن هنا ايه الهدف من المثال ده؟ ايه؟ انه بيدنتيفاي الايه؟ الفاريبلز اللي هم تحت الدراسه. هي انا بس عشان كده بسال فين الكورليشن هنا؟ هو ده التيتشنج ميثود مع الكومبريهنشن اوف ستودنت في كذا بليس بقى صح؟ هنحدد بقى ايه؟ هو كده كلير وفي ده هو كلير وكمبليت بس مش سبيسيفيك. المفروض نحدد بقى اني سكول اني ستودنت في اني منطقه في اني مش عارف ايه. تمام بس اللي اقصده ايه؟ ان لو انت عندك كومباريتيف ستادي كورليشن ستادي لازم تحدد الفاريبلز اللي انت محتاج تلبس ايه علاقه بيها. طيب وكمان لازم تكون بايدنتيفاي الدايركشن اوف ريليشن شيب لو انت دخلت في حاجه اسمها هايبوثيسيس تيستنج ستادي. يعني لو انت في فرضيه وعايز تثبت الفرضيه دي، تعمل دراسه لاثبات الفرضيه او عكسها، محتاج كمان تحدد الدايركشن اوف ريليشن شيب. مثلا تؤثر if an increase in youth unemployment will increase the incidence of street crime ولا لا؟ يبقى دي عايز تاكد او تتاكد اذا زياده البطاله بين الشباب هتؤدي الى زياده الحدوث الجرائم في الشوارع. انا حاسس ان هم الثلاثه يعني في ريليشن بينهم، 3 بوينتس دول في ريليشن بينهم. لا دول ديفرنت اكزامبلز خالص، بس هنا بتتكلم على هايبوثيسز او تو اسيرت. يعني في هايبوثيسز اللي هي من اول هنا لحد الاخر، في هايبوثيسز
وانت عايز تعمل ريسيرش عشان تأثرت الهيبوثيسيس. طيب يبقى لازم الاوبجكتيف بتاعك ده يكون ايه؟ يكون كلير كومبليت وسبيسيفيك، يبقى ايدنتيفاي تو فاريبلز اللي هم ايه؟ الانبويمنت والسليب كرايم، وبيحدد كمان الدايركشن اوف ريليشن شيب الكليز مع الكليز. طب معلش انت كده حددت كله، حددت الاوبجكتيف بتاعك بقى فيه خمس حاجات دول. مش ممكن اقول حاجه؟ اهو مثال اهو، دي كده فرضيه، انا عايز في فرضيه assumption hypothesis بتقول ان زياده البطاله بين الشباب هتزيد من الجرائم اللي في الشارع. طب وانا كده تثبيت بقى خطف سرقه اكراه سرقه بالاكراه مش اي حاجه. طب دول مش تو فاريبل، مش تو فاريبل اللي هو البطاله بين الشباب والجريمه الجرائم في الشارع. تو فاريبل نعم اللي فيها تو فاريبلز برضه تيتشنج ميثود مع الكومبريهنشن اوبجكتيف. هنا دي انا عايز اعرف العلاقه ايه؟ عايز اعرف العلاقه، في علاقه ولا مفيش؟ عايز اعرف. هنا بنتكلم على كورليشن ستادي، في عايز اعمل في علاقه، هل في ستادي بين التيتشنج ميثود والكومبريهنشن اوبجكتيف ولا مفيش؟ لكن تحت عايز اعرف تحت في فرضيه وعارف فرضيه فيها الاتجاه بتاع العلاقه الكريزه اهو، في فرضيه بما انها هي فرضيه وعايز اثبتها ولا لا لازم احدد اتجاه العلاقه. يعني دي اللي في النص، المثال اللي في النص ده ما هواش هايبوثيسز تيستنج خالص، ما ينفعش لان ما فيش هايبوثيسز هنا. ها طالما في هايبوثيسز يبقى انا لازم احدد اتجاه العلاقه، بتزيد ولا بتقل، علاقه طرديه تصاعديه قصدي تنازليه عكسيه. محتاج اعرف نوع اتجاه العلاقه ايه، الدايركشن بتاع العلاقه. لو انا بتكلم على هايبوثيسيس تيستنج ستادي اللي هو نقطه زياده، يعني هل في زياده وهل العلاقه اتجاهها ايه؟ اي اتجاه العلاقه ايه؟ بالظبط. طيب احنا لو فكرنا بطريقه مختلفه شويه وربطنا بين الثلاث بوينتس دول، ان انا عندي في جهه معينه بتحاول تشوف الكحوليك ماشي، ما هو بيشرب ولا لا بالتيتشنج يا سيدي مثلا ملهاش علاقه. ماشي ملهاش علاقه، دول التلاته ديفرنت اكزامبلز خالص، يعني مالهمش اي علاقه ببعض. ماشي كان ليك سؤال ولا خلاص؟ يعني مش واضح بالنسبه لي كومبليت ازاي، يعني كومبليت يعني المفروض مفيش حاجه ناقصه في التوصيف في الستيتمنت الاوبجيكت ده، مفيش ينفع اعمل عليه دراسه، ينفع اصمم بقى الداتا اللي يعني هعملها كوليكشن ازاي، يعني التوصيف هنا كامل مفيش حاجه فيه ناقصه. مش ممكن اقول مثلا اليوسر سكور بتاعهم الايجنت؟ اي ما هو سبيسيفيك، عايز ازود سبيسيفيك كده، فانهي مثلا مارينا اليوس هنا الشباب هنا معروف كلمه الشباب دي ايدج جروب معينه معروفه، لكن هنا في انهي مدينه دي مش سبيسيفيك، يعني محتاجين عشان نزود الجزئيه دي عشان نحقق ان هو يكون سبيسيفيك لازم يكون ايه؟ نزود في سكوب معين في مدينه معينه مثلا. هنا السبيسيفيك واضح قوي، حددت البروجرام بروفايدد باي كذا وفي المكان الفلاني. هو هنا حدد ان هو شباب، هنا الشباب ما بيشتغلوش، لا هي اصلا الفاريبل بتاعي البطاله بين الشباب، ده الفاريبل مقدار البطاله بين الشباب، كل ما يزيد نسبه البطاله بين الشباب هتزيد جريمه الشوارع. بس فين؟ ما قلناش، يعني ده نقص حته ان هو مش سبيسيفيك، ان ما قلناش مكان الدراسه فين. لا هو في فرق بين الكومبليت والسبيسيفيك. السبيسيفيك دي يعني ايه؟ بس فرق عشان كده بقول لك ربطناها فرق بقى. يعني هيجيب لك فرق بقى. بسيط شويه مع بعض صح؟ يعني هقول لك على حاجه، لو ربطناهم مع بعض هيجيب لي كل حاجه. نعم لو ربطناهم الثلاثه هيجيب لي كل، هيحقق لي النتيجه اللي فوق، انا شايف كده. ما هو لا يعني استنى بس، انا فاضل في الاثنين دول بس سبيسيفيك، انه يكون سبيسيفيك يعني موجوده فوق. محتاجين نحط سكوب في ده وده عشان نحقق الجزء. ايوه موجوده فوق، يعني موجوده فوق ماشي، هنزودها هنا وهنا. بس يا سيدي هغير الاكزامبل، طيب هحط هنا مثلا في مدينه كذا وهنا في مدينه كذا،
تمام صح كلامك كده. هنا بص يا سيدي كومبليت يعني ايه؟ يعني انا بالنسبه لي كبحث انا محتاج اعرف اثبت الفرضيه بين الحاجتين دول. خلاص البحث الهدف بالنسبه لي كده تام كامل مفيش حاجه ناقصه في التوصيف عشان اوصل للعدل. خلاص ده كده كومبليت بتاعي كومبليت. يعني ايه؟ انا عندي تو فاريبلز وعندي العلاقه بين الاثنين والدايركشن بين الاثنين. لا الدايركشن هنا بنتكلم على كومبليت. فانا عندي ان انا عاوز اسرت او تو اسرت ان انا اثبت الفرضيه دي ان في فرضيه بين علاقه فرضيه معينه في علاقه انكريز ما بين حاجتين. ده كده يعتبر كومبليت كومبليت ديسكريبشن. مفيش حاجه ناقصه. انا ينفع ابتدي اعمل ايه؟ عين اجمع بقى عينه البحث بتاعتي بس بفرض ناقص حته سبيسيفيك للسكوب. فده كده كومبليت وكلير يعني مفيش حاجه فيها فيج مفيش حاجه بتتكلم اكتر من معنى. خلاص حتى كلمه يس دي مع امبلايز على طول ايدج رينج معروفه يعني عالميا حتى. خلاص وان امبلويمنت واضحه مفيش يعني الدنيا كلير مفيش كلمات ليها اكتر من معنى او كلمات مش واضحه. كومبليت الهدف كله ينفع يتحقق يعني ينفع اعمل على ديزاين احققه بس مش سبيسيفيك ليه عشان مفيش سكوب. ما قلتش مثلا في مصر ما قلتش في السنين الاخيره او مثلا اي حاجه يعني مفيش سكوب في مدينه معينه مثلا. خد بالك فهو ناقصه السكوب بس. عرفت الفرق بين السكوب والكومبليت؟ واضح شويه الاخر حاجه بقى البروبلم ستيتمنت. انت بعد ما خلاص بقى حددت الريسيرش كويشن بتاعتك والاوبجكتيف ده بتكتب حاجه بروبلم ستيتمنت كده تلخص بيها البحث بتاعك عباره عن ايه. دايما في اي بروبوزر كده ايه البروبلم ستيتمنت؟ ايه البروبلم بقى؟ ستيت ذا ريسيرش توبيك اند كويشنز اكزامبلز عشان الريسيرش توبيك بتاعنا ذا افكت اوف تاتش ثيرابي on recovery among premature infants confined in incubators of selected hospital in metro مش عارف مانيلا. يعني ايه الكلام ده؟ العلاج باللمس طبطبه مثلا بتاع مسحه الشعر ها on recovery ما بين premature infants اللي هم الاطفال يسموهم مبتسلين تقريبا حاجه كده اللي هم مولودين قبل ميعادهم تقريبا ومحطوطين في حضانات. خلاص؟ طيب يبقى انا التوبيك بتاعي ان الاطفال اللي هم مولودين قبل ميعادهم محطوطين في حضانات عايز ادرس تاثير التاتش ثيرابي. هو ده التوبيك؟ ده التوبيك ريسيرش توبيك بتاعي. خلاص؟ طيب الستادي بقى الستيتمنت بقى بروجرام ستيتمنت هتقول ايه بقى؟ This study will look into the effects of touch therapy of premature infants to promote early weaning. يعني early weaning يعني هو ايه؟ خروج من الحضانة. يبقى عشان ازود او اعلي ال early weaning from confinement in the incubator and enhanced recovery. يبقى ال study بتاعتي ده ايه؟ ادي problem statement. فبتنبع من هنا عن هنا. ايوه هي بس انت بتستيت هي عادي الصياغه فعليا بس بتحط ايه؟ كانها كده بتكومباين الاوبجيكتيفز والريسيرش كويشن والتوبيك مع بعض. في وان ستيتمنت كده بالكتير ستيتمنت او ستيتمنت ونص او تو ستيتمنت بحيث ان لما تقراها تعرف كل حاجه عن البحث. يعني هو عايز يقول مثلا انا الهدف من البحث ثواني ماشي انا عايز اقول ان هنا يعني الهدف بتاعي هنا واضح انا عارفه بس عشان اعرف الناس عايز اقول لهم ان الهدف من البحث ده هو كذا 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 عشان احقق منه كذا. هي اسمها بروبلم ستيتمنت يعني توصيف المشكله اللي انت هتعمل عليها دراسه البحث او يعني دي بتتحط مثلا في البروبوزر. اول حاجه لما تيجي تعرض مثلا البروبوزر بتاع الماجستير مثلا بروبلم ستيتمنت ثم الريسيرش كويشن ده والاوبجيكتيفز دي
اول حاجه لما الناس تقراها عن البروبلم ستيتمنت تعرف السكوب والتوبيك والاوبجكتيفز. اتفضل. هي شبه شويه لما بجيب مثلا كتاب وبغامي فبقرا الكاتب كاتبه من ورا اللي هو اختصار الكتاب ده هو ايه او بيتكلم عن حاجه زي كده. خلاص؟ تكمل بقى تكملة البروبلم ستيتمنت. سبيشالي ذيس ستادي اتمبتس تو انسر ذا فولوينج كويستشنز كذا كذا. طيب ثم الريسيرش بيربز، يعني بعد ما تحدد البروبلم ستيتمنت تكتبها كذا تقول بقى الريسيرش بيربز الهدف من البحث. ستيت يور ريسيرش اوبجيكتيفز، انت كده اول حاجه البروبلم ستيتمنت اللي من ضمنها اللي هو تجاوب على الاسئله كذا وكذا وكذا. ثم الريسيرش بيربز اللي هو بتحدد الاوبجيكتيفز بتاعتك، بتبقى جينيتيف زي ما قلنا من البروبلم اللي هي الريسيرش كويستشن، وبتبقى بتيجي في ترتيب الكتابه يعني افتر ريتن بروبلم ستيتمنت وستيتس اكزاكتلي اللي انت عايز تعمله، هتعمل ايه؟ يبقى البحث ده تو ميجر كذا، تو ريليت كذا، تو ديسكفر كذا، تو خلاص؟ كونتين زي ما قلنا الاكتف اكشن فيرب، الاكتف فيرب بروسيدد باي بروبوزيشن، بتبقى ستيتد از ا سيجنيفيكانس اوف ذا ستاف، يعني كانها بتبين اهميه الدراسه بتاعتي، ان اهميه الدراسه بتاعتي دي انها هتهدف الى كذا وكذا وكذا. مثلا البيربوس اوف ذيس ستادي از تو اكسبلور اند ديسكرايب ذا بيهيفيرال interactions that occur between mothers and their infants during the first week in the hospital and at home. يبقى احنا الهدف من الكتاب شايف الاوبجيكتيف بتاعك اهو is to explore اهو to explore and describe حاجتين explore and describe ايه behavioral interaction بقى ده اللي هو السكوب اللي انت عايز تدرس ايه اللي انت عايز تكسبلور وتسكرايبه بالظبط. حددت السكوب بقى بين مثلا المذر والانفنت ديورنج الفيرست ويك في سواء كان جزء منه في المستشفى ويومين ثلاثه ثم في البيت وهكذا. This study is significant to the following target populations. بعد ما تحدد بقى البيربوس تقول بقى اهميه الدراسه بتاعتك دي لمين؟ To hospital administration كذا كذا كذا. بقى الدراسه دي هتفيد الادمنستريشن بتوع الهوسبيتال عشان يعملوا كذا وكذا، يساعدوا في كذا، يوفروا كذا. تو نيرسنج بيرسونال عشان يراعوا كذا في تعاملهم مع الامهات ومع اللي مش عارف البيبيز. تو ماذرز عشان ياخدوا بالهم من كذا ثم ياخدوا يعملوا دايما يراعوا الحاجات الفلانيه. تو انفنتس هتفيدهم في كذا كذا كذا، هتساعدهم مثلا في ان يبقى عندهم مناعه احسن مش عارف ايه. ادي ادي ايه البروبلم ريسيرش اوبجكت بيربوس و سيجنيفيكانت بتاعت الريسيرش. طيب مثال على الكيس ستادي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. اتفضل. معلش واحنا معلش بس احنا قدامنا كتير عشان هنا لا خلاص هي اخر صفحه. ماشي. الكيس ستادي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اهي طبعا لما تقراها كده صعب تطلع منها حاجه، لازم تعمل لها ايه؟ ريفورماتنج. A software company plans to install a new system for a client to replace the existing one. يبقى في شركة سوفتوير هتعمل سيستم لفيندور هتربليس بيه لكلاينت اسف هتربليس بيه اكزيستنج سيستم. The company asked you to study the effect of the new system on تدرس الافكت ايه على ايه؟ البرودكتيفيتي بتاعت الامبلويز ان ترمز اوف يبقى بص البرودكتيفيتي بتاعت الموظفين وسكت لا عايز البرودكتيفيتي ازاي افريج transaction performance per day and the user satisfaction using the new system in terms of user friendly interface كذا 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 ease of access to the required information. The company predicted that احنا بنتكلم على ايه؟ assumption او hypothesis productivity and user satisfaction will increase اهي direction if the ease of information access and data entry are better than the old system. انت عايز تقارن بص انت لما بدل ما كانت مكتوبه كده سايحه على بعض عينيك حتى مش قادر تفصص ايه المطلوب. فاول خطوه ان انت تريفريز او تري اورجنايز
وتحط بوينت وتقسم الكيس عشان نطلع منها ايه دلوقتي؟ نعمل بروبلم فورميليشن وسيرش كويشنز. فمثلا الريسيرش كويشنز بتاعتي كويشن واحد ديد ذا نيو سيستم انكريز افريج نمبر اوف ترانزاكشن بيرفورمد بير دي. السؤال الثاني ار ذا يوزر ساتسفايد بار ذا نيو سيستم. ريسيرش اوبجيكتيفز واحد تو كالكوليت ذا افريج وهنعمل خطوات عمليه اهو to calculate the average number of transactions performed by the new system and compare calculate and compare it with the old system. الobjective الثاني to measure how user are satisfied by the new system. احنا اتفقنا من الصفحه اللي فاتت user satisfaction هيقيسوا ازاي. خلاص. فيبقى ده سؤال ممكن يجي في الامتحان بالشكل ده يقيس بهذا الشكل واطلب منك problem formulation in terms of research question and objectives. ده في الميد تيرم ولا الفاينل ولا اي حاجه الاثنين. فانت هنطبق بقى كل اللي خدناه في المحاضره دي على الكيس دي. فانت الاول تحدد عناصر الكيس كده تقسمها تخصصها وتحاول تطلع منها بوينتس ماشي عشان تبقى الامور اوضح. خلاص. هي بصوا دي نفس الكلام بالظبط عن السلايد اللي فات ما فرقش. كل الفرق في ايه؟ تنظيم. فانت لما تقسمه بالشكل ده انا ما بقولكش في الامتحان بقى تقعد تكتبه في الورقه تاني بالشكل ده بس على الاقل ايه بالقلم في صف ورقه الاسئله تعلم وتحدد نهايه الجمله نهايه مش عارف ايه ترقم حاجه بالشكل ده بحيث تبقى الامور اوضح لي شويه. هتقولي طب انت ما تجيبهاش واضحه كده ليه؟ انا بختبر. الله ده جزء من الامتحان. ان انا اشوفك بتعرف تفهم وتورجنايز وتايزوليت الحاجات اللي فيه بروبلم ستيتمنت ولا لا او في بروبلم ديسكريبشن. طيب كلمه فريندلي انترفيس دي مش فيكشوال؟ ما هي يوزر هاب كالرز فونت انفورميشن كونديشنز اللي هتبقى فريندلي انترفيس. هنشوف المره الجايه بقى المرات اللي جايه ازاي نقيس الكلام ده. دي اسمها كونسبت مش فاريبل. الفرق بين الكونسبت بسرعه جدا. الكونسبت حاجه والفاريبل حاجه ثانيه. الكونسبت مفهوم ممكن يختلف من شخص للتاني انما الفاريبل دي حاجه ميجرابل القياس بتاعها ما حدش يختلف عنه. انا كده خلصت. تمام شكرا. ودي الريسورس بتاعتي. فلما يكون عندي كونسبت عايز اقيسه